غير على الإخوة ممكن يب possibly كنت صوت كنت صوت أبير لي سير انطلق ممكن ممكن هاي أنت ما كتقولوا أنا عند الإسلام ديال المغرب لحقاش حنا ما كيهمناش دابا انت واش عندك الاسلام ديال المغرب ولا ما عندكش ماشي هذا هو اللي كيهمنا لحقاش الا كنشوفوا في حنا اللي بغينا هو المغرب يتقدم الا كنهضروا على المغرب يتقدم ما كنهضروش على الشخص الشخص يقدر يكون واعر في حياته ولكن المهم هذاك الشخص اش غادي يدير قبل ما يموت يعني المشكل اللي كان نعاني منه هنا هو كاين واحد الميسين لينك واحد الحلقة مفقودة دابا فاش كنهضروا على التقدم كنهضروا على أو موان تخوا جينيراسيون يعني واحد لا جينيراسيون كدوز وكتعطي لو باطون لا جينيراسيون أخرى ولا جينيراسيون الثانية كتعطي لو باطون حيت هذا كيتسمى جينيريشنال تشينج أن شونج جينيراسيونيل يعني كياخد دي جينيراسيون بحال حطيت لك التليفون مثلا باش التليفون تاعك لي 7 ولا 8 ديال لي كلها دات كلها هادي عطات شي حاجه في التليفون تا ولينا دابا شادين التليفون في يدينا وفيه على الاقل بيت عامر فيديوهات وروي ماشي بيت عالم كل ما عرف كيفاش اوكي اذا هنايا اللي خصنا نقلبوا عليه هو لا جينيراسيون قبل ما يموتوا اش كيديروا واش كاين عندهم علاقة بالمجتمع اللي كيعيش معاه يعني واش كيأثروا فيه لحقاش خصنا واحد لا جينيراسيون تقوم بالواجب ديالها مزيان وتجي لا جينيراسيون الاخرى تقوم بالواجب ديالها مزيان وتجي لا جينيراسيون الثالثه هي اللي كتعطيك لي فروي وهادشي اللي شفنا كاع الدول اللي تقدموا حتى هما كانوا ناس متخلفين منهم تشاينا منهم كوريا منهم تشيلي منهم الارجنتين منهم كولومبيا يعني ناس ومكسيكو يعني ناس ما خداتش كتاخد لهم 50 علاش 50 حيت هو جينيراسيون كدير واحد لا جينيراسيون مزيان وكتجي لا جينيراسيون حنايا اش كنديروا واش حنا من المستطاع ديالنا اننا نفكروا هذا الفكر استراتيجي اللي كياخد 3 جينيراسيون نو علاش حيت نتوما كتقولوا دابا انا عندي واحد الاسلام مغربي ياس عندك واحد الاسلام مغربي في عمرك 35 عام في عمرك 40 عام في عمرك 45 عام ربما في عمرك 50 عام واحد الإسلام مغربي ولكن من 50 عام حتى 70 ولا 80 عام أش كدير وديما كنعطي هذا المثال ديال عبد الهادي والخياط عبد الهادي والخياط دابا ولا كيدير الدعوة واش عطى شي حاجة لا جينيراسيون أخرى إنفاكت عبد الهادي والخياط خصو يكون كتب كتاب في الفن ديالو يقدر يكون حل معهد في الفن ديالو وبقى خدام حتى توصل عنده 70 عام ديك الساعه كيشد واحد لا جينيراسيون في 5 سنين كيعلمهم داكشي اللي تعلم هو في 30 ولا 35 عام وهادشي كان بلانكيت ستيتمنت هادشي على جميع المجالات واحد الانسان اللي انجينيور كيدير شي حاجه حتى كتوصل عنده 80 85 90 عام ديك الساعه كتاكد بان هذاك عطيتي لا جينيراسيون ان بوين دو ديبار حسن من داك اللي بديتي منه انت حنا كنعيشوا في واحد الازمه الاخوان حنا عندنا لو بوين دو ديبار هو لو بوين داريفي حنا عندنا اي جينيراسيون كتوصل عند ديما كنعاود هاد لو ميساج اوفر ان اوفر ان اوفر ديما كنعاودو راه كتجي واحد لا جينيراسيون كيعيشوا الحياه زوينه وكيتبعوا التقدم وكيتبعوا الازدهار وكيمشيو مع الركب الحضاري والانسان كيميتي فيه اوروبا والتنور وداكشي كامل كتوصل عنده 60 65 عام كيلوح كل شيء وكيرجع الأصل ديالو تيقول لك أنا مسلم إذا خصني نمشي نصلي وخصني نمشي نبقى نصلي بزاف حيت حياتي ما صليتش بزاف وكذبت بزاف وقحبت بزاف وسكت بزاف أش كيدير كيشوف هو في عمره 65 عام كيشوف لا جينيراسيون اللي في عمرها 14 15 16 17 20 عام 25 عام أش تيقول لهم تيقول لهم داكشي اللي كديروا راه ما مزيانش وكنشوفوا هادشي في المغرب الجزائر كاع الدول العربيه اي واحد كبر في شي اللي بانوا الناس اللي كيمشيو مثلا في الموسيقى كيلغيو هذاك الشيء اللي داروا في الموسيقى وتيقول لك صافي عفا عليا الله هذاك الشيء اللي كنت كندير حرام
هو في الحقيقه داك الشيء اللي كان كيدير هو السبب ديال التقدم. باش غادي نتقدموا خصو يشدو خصو يقري لا جينيراسيون اخرى. حنا غير كنهضروا على الموسيقى حيت الموسيقى حرام، داك الشيء علاش الناس تيقولوها وتيقول لك انا كان عندنا الشاب. شكون هذاك الشاب؟ نصرو ولا ما نعرف. ده نفس الشيء، قال لك انا ما بغيش مع الموسيقى حيت كنت خاطئ في الحياه ديالي. داك الشيء هو اللي خصو يشدو ويعطيه لا جينيراسيون ويسهر عليه انه يعطيه لا جينيراسيون الاخرى ويتعب عليه ويبقى خدام عليه حتى يموت باش يعطيه لا جينيراسيون اخرى. هو كيعتبره كله خطا، انه خصو يرجع للطريقه القريشيه هي طريقه الحياه. علاش كتجيو انا لاحظت بانك تهضر بانك من اقليه سيرتو في المغرب، ملي كتقول راه الموسيقى حرام وحنا كنشوف الموسيقى سيتادير راه عايشين معنا شي مسلمين ومع اقليه. يا اخي راه قلت لك عبد الهادي بالخياط ما بقاش موسيقار، عبد الهادي بالخياط ولا واحد الانسان كيقرا الاحاديث وكيقرا القران. ولكن كتهضر بهذا اذا الى علاش كتقول لي المغاربه كلهم المغاربه كلهم غادي يكونوا بحال عبد الهادي بالخياط؟ غادي يبدا يقرا القران وغادي ينسى المحامي، غادي يكون كاتب غينسى الكتابه وغادي يعود محامي كيقرا القران. هادشي على المغرب كامل، غير كنقولوا هادشي ديال انت كتهضر بحال دابا المغرب ساكن في اقليه اللي كتحرم الموسيقى وراهم هما اللي مخبعين. ولكن كيسمعوها ولكن من بعد هؤلاء كيأنبهم الضامير، فهمتي؟ ما تسمعش في الواقع. خلينا من الاستثناءات وهذه، الواقع كيقول بان لا مشيتي شفتي الارشيف ولا دابا ولا غدا المغرب كله كيسمع الموسيقى، راه ماشي كاين واحد الجروب مخبع وراه هو صاحبي بنادم فاش كيفوت 60 سنه فاش كيفكر شنو كيدير؟ جاوبنا. ودي راه كاين 60 سنه راه كاين الناس باقيين كيغنيو سمعتوا صاحبي، الا بغاو نديرو حنا ستاتيستيك دابا واش غادي نضربو النسبه والحساب؟ الا بغيتو نديرو ورقه وستيلو راه ما غادي تبان والو هاد الهضره. شوف دابا انت كتقول لنا الناس كيغنيو، شوف لا كنكزاجيري، المسلم ما كيبقاش كيغني حتى كيموت. المسلم كيفرعن على الدين وكيخرج منه كومبليتومون وكيرجع ليه كومبليتومون، كيدخل فيه كله. هذا هو اللي كنعرفو، ما غاديش نشدو حنا واحد الاستثناء ديال 1% ما كيديروهاش، اذا غادي نحكموا على المغرب كله. اللي كنشوفوه من خلال التجربه ديالنا والملاحظه اليوميه ديالنا كتوصل 60 عام كاع داكشي اللي درتي في الحياه ديالك كتعتبر راسك ما درتي والو، وكان عليك دير هادشي اللي غادي تبدا دير دابا، هو تبقى تصلي وتقرا القران والاحاديث. هادشي اللي كنعرفوه بان الحياه ديالنا كيف ما دوزناها هي خاطئه. وخا تكون انت انجينيور، وخا تكون انت كتسمع، وخا تكون انت فنان، كيف ما بغيتي تكون انت عشتي حياتك خالطه. اشنا هو الدليل؟ هي فاش كتبغي تموت كتقول خصني نعيش الحياه البروبر الصحيحه، كيف خصني نعيش الحياه. هذا كيتنقل عندنا من جينيراسيون لجينيراسيون، كل جينيراسيون كدير لا ميم شوز. انا فهمتك، ولكن كيتقرب من الله كتع الله ماشي انه كاين فيه. شوف ماشي انه كيرجع الله، انه كيرجع الكارير ديالو كله. المغربي كتدخل عنده 60 عام، اسمع عليا نقول لك. المغربي كتوصل عنده 60 عام، وهذا الشيء راه بالملاحظه. المغربي كتوصل عنده 60 عام كيف ما بغى يكون، طبيب انجينيور كيف ما بغى يكون نوعه، 99% 99% كتوصل عنده 60 عام، داك الشيء اللي داو في حياته كله خطأ. خصو يدير الحاجه اللي فغي، شي حاجه اللي سيغ، شي حاجه اللي صحيحه. انا با انجينيور، انجينيور عاد سنه صاحبي. انتوما كتحاولوا واحد الحقيقه باينه في المغرب وكتحاولوا تخطيو عليها، راه ما يمكنش غادي تخطي السما بليغا. الاسلام هذا هو الناعوره اللي فيه، غادي تعيا وغادي ترجع وغادي تلوح كل شيء، داك الشيء اللي درتي تسمع الصحه ديالك
وتسمح في الحياة ديالك والمجتمع ديالك وغادي ترجع للطريق الله غتعود في عينك هي أعظم حاجة اللي كاينة فيه. لأنه المصير ديال الإنسان بعد الممات يا الأخ بيان لي ركومبرونس هو المصير المشكلة أشنا هو المصير هو أنا كنت فنان غادي نشد داك الفن كله غنضربو في زيرو إذا أش دوزت لا جينيراسيون الجاية راه حتى شي حاجة ما كتوصل أن برودوي فيني في واحد لا جينيراسيون ما كاين حتى شي حاجة اللي كيعطيو لا روك كتوصل أن برودوي فيني ديما سي أن بروسيسوس راه كتاخد تايم ديما سي أن بروسيسوس جينيراسيون 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 ملحد ملحد راه كتاخد تقاعد واخا تكون ملحد كتاخذ التقاعد هذاك الشيء اللي ديرتي حياتك كامل اكثر على الملحدين اخاي شوف الملحدين كانوا عندنا في الدرب فينيوس لا الكذوب انا ملحد 64 عام انا دابا مالي دابا انا دابا كنقلب على شي الله انت مشهور اخويا انت يا انت تضرب الشيطان الاخ الملحدين كتوصل عندهم 60 عام انا كنعرف عيالات هنا في عمرها 85 عام وكتلب الصايه مينيجيك وكنعرف ناس في عمرهم 85 عام راه مريح كيصيد في البحر لا علاقه له لا بالله ولا بالرسول ولا الاحاد كتحاول تخطي واحد الحقيقه اللي باينه الناس ما كياخذوش الدين كيف ما كناخذوه هنا حتى المسيحيين اللي هنايا دابا السؤال حتى المسيحيين فاش بغيتي كيمشي نهار الحد كيمشي للكنيسة هذا الإنسان المسيحي الأكبر كيمشي للكنيسة نهار الحد واش غادي تقارنوا مع واحد المغربي فاش كيفوت 60 المغربي كيفوت دابا بعد ما فهمتش انا كاع فين الملاحظه ديالك علاش انت هو يقرا ويقرا النوافل ويقرا القران ودير الليل هذه المساله ودير الليل ودير الليل وراه مثلا هو وانا اللي كتهضر وراه انا اللي فاهم باش نكمل لي السؤال على النور انا راه فهمته ولكن التليفون راه ماشي مساله ديال الواقع ديال المغرب البيران والقحاب وديك الروينه خصك تفهم المسلم شنو كيوقع له في النفس كيكون اي حاجه شنو الفيس هذاك الفيس اللي كيكون في الصغر ومن بعد كيولي عليه في الكبر راه هو اصلا كان مسلم دابا انت كتقول شي حاجه وانت كتقول واش هو اصلا كان مسلم راه في الاصل كان مسلم ياك هو ما تغير فيه والو جات في الوسط ماشي جات من بعد دابا هو قلب الايه بالعربيه هو قال لك تفات 60 عام وكيرجع راه هو كان مسلم والتغير اللي خصنا نهضروا عليه هو اللي في الوقت اللي كان انجينير وكان شغول بالرعب واخا نطرحوا عليك سؤال انت نطرحوا عليك لا تخليني لا 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 خليني نكمل نفسيا ولا تخليني نوضح المساله هو السؤال هو راه تقلب كامل لانه هو كان مسلم وجات واحد الوقت عاش اللافي بالعربيه كان كيدير محرمات بالنسبه ليه وكيسكر وكيدور يدور وكمل مسلم في هذا الوقت اللي هو شاد الاستثناء هو اللي في الوسط ماشي في الاخر وثاني حاجه هو انا ما سولتوش على هذا الشيء كامل هو قال لك انجينيور وكيلوح لانجينيوري مورا صافي كتشد لها ريتريت يمكن ما كتبقاش انت كما كنت يمكن كان عندك هذاك الثقل ممكن كيدي لك من وقتك وبغيتي تتفرغ انت للروح ديالك تولي كان في حياتك انا برات انا شحال دوز ديال التكنيك وكنبغي نرتاح كنبغي نتكالم شوف شوف دابا هادشي كامل نخمم شوف شوف ما تفهمتيش ما تفهمتيش ما تفهمتيش مع بيرلين دابا كاين واحد لو بوين دابا خصنا نديرو هذه قاعده بغيتي تقدم خصك او موان 3 جينيراسيون اشنو لي نيسيسير هو واحد لا جينيراسيون كتعطي واحد نسبه الوعي لواحد لا جينيراسيون اخرى ولا جينيراسيون كتعطي الثالثه اذا النقط لي سنسيتيف عندنا هو هذيك لا ترانزيسيون ديال واحد النالج من واحد لا جينيراسيون لا جينيراسيون اخرى امتى كيوقع هادشي فاش كيكبر الانسان اش كتعني انا دوزت في واحد المجال 30 عام ديال ليكسبيريونس فاش كتوصل عندي 60 عام كيكون هذاك هو الربيع ديالي هو الربيع ديالي انا هنا فين كنبدا انا كنعطي لو برودوي ديالي انايا في هذاك الوقت
هذاك الشيء اللي فهمت انا وتعلمت في الحياه ديالي خصني نعطيه لا جينيرال فهذاك لو بوين دو ترانزيسيون هذاك لو بوين دو ترانزيسيون هنا فين كاين عندنا واحد الاعاقه الاخوان حنا ما يمكنش لينا نعطيو لا جينيراسيون الاخرى حيت حنايا فاش كتوصل عندنا 60 عام اش كنديرو كاع داكشي اللي درنا في الحياه ديالنا كنعتبروا الحياه ديالنا كلها فو ما فيها حتى شي حاجه اللي غادي نعطي لا جينيراسيون اخرى الا كنت انايا موسيقار تنقول هادشي اللي كنت كندير خاطئ فيه اذا ما خصنيش نعطي الموسيقى لا جينيراسيون الجايه الا كنت انا انجينيور الحاجه المهمه عندي في الحياه هو الدين انا ما غاديش نريح ونعلم واحد الدري في عمره 22 عام داكشي اللي تعلمت انا في 35 عام انا كنهضر لكم على الوالد ديالي انه داكشي اللي تعلم هو صافي ما بقاش هو باغي يقري ما بقاش باغي يخدم ما بقاش كيهتم بلا جينيراسيون علاش كاين شي حاجه بلوز غير تصنت صاحبي كاين شي حاجه في الذهن ديالو بلوز امبورطونت كاع داكشي اللي دوز فيه هو 60 عام كاين واحد الحاجه بلوز امبورطونت هو الدين كياخذ الدين اذا داكشي اللي عرف الوالد تضرب في زيرو داكشي اللي عرف بحال الا الوالد جاب هو اللي اخترع التليفون الاول تخيل ان الوالد ديالي هو اللي اخترع داك التليفون عرفتي الرجل ديال شي سداري كتحطها فوق ودنك وحده قدام فمك الخيوط مدرب بحال الا با جا خدم في هذاك اخترعه شوف عمره 60 عام باش يدوز داك النالج لا جينيراسيون اخرى قال لهم انا لا غادي نمشي نصلي وغادي نبقى حاضر نفلق في القلاويه صافي انا الحياه ديالي تقادات كاع داكشي اللي صنعت بنو انا التليفون الاول با ومات معاه با مات معاه هذاك التليفون اذا هنايا منع لا جينيراسيون اخرى باش تبدا نفس الشيء كنديرو في الثقافه ديالنا كتجي واحد لا جينيراسيون كيف ما بغات تكون نوعها كتوصل عنده 60 عام ما شغلوش هو اش كان كيدير في الحياه ما كيهموش هو اش غادي يوقع في الوجود اللي تابعه والدليل على ذلك الانتخابات كتمشي الانتخابات ما كتلقاش بنادم في عمره 65 70 عام كيدور بغى ينتخب لا حيت هو ما كيهموش هو عنده واحد الهم كبير اخر هو خصو يقابل الشمس والحفقه والبوله ويمشي يصلي اذا هنايا باش حنا نتقدموا خص واحد لا جينيراسيون تشد داكشي اللي عندها وتعطيه لا جينيراسيون اخرى وتجي لا جينيراسيون اخرى وتعطيه لا جينيراسيون اخرى هادشي ما عندناش ديز ميسين ذير از ميسين لينك ما عندناش علاقه حنا كلنا كنخلقوا كلنا كنولدوا جدودنا كلنا جدودنا هاد لا جينيراسيون دات جينيراسيون كلها باغا تعيش بحال الرسول كلها اعظم حاجه في هذا الوجود واغلب المتمنيات ديالهم انهم يعيشوا بحال الرسول اذا حنا واخا غنبقاو غادي نعشين جينيراسيون اخرى غادي نبقاو ديما نعيشوا بحال الرسول جينيراسيون الاولى بغات تعيش بحال الرسول ولا جينيراسيون الثانيه بغات تعيش بحال الرسول والثالثه والعشرين والربعين مليون ديما غادي يبقاو بحال الرسول يعني غتبقى ستاغنو يعني غتبقى ستابل يعني غتبقى فيكس ما غاديش تحرك وي وي اللي وي 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 مي انت شنو كدير انت كتجي كتجي كتقول نفترض ان وكتبقى غادي في الايماجيناسيون لان افترضنا ان فري وي دون اسوم ما كنفترضوش هذا راه هو الواقع اصاحبي راه ماشي ما عايش في الواقع توصل عندو المغربي حتى الحياه المغربي معدل الانتاج ديالو 50 عام كتوصل عندو 50 عام كيحبس الانتاج ديالو واش تقارنو مع واحد جابوني كيخدم حتى كتكون في عمرو 90 ولا كيحل معهد ولا كيكتب كتاب حنا شعب عندنا الحياه ديالو هي كدور كندور في واحد لو سيركل داكشي اللي دار با غادي ندير بحالو غنعطيه لولدي ولدي غيعطي لولدو ولدو غنعطيه لولدو اش كنعطيو لولادنا كنعطيو لولادنا ثقافه قريشيه داس على 1400 سنه دابا انت تناقضتي مع راسك شويه قلتي ما كنعطيو والو شويه قلتي كنبقاو نعطيو غير ثقافه قريشيه ونبقاو غاديين يا سوا كنعطيو ولا ما كنعطيو واش راك غادي تمرضني ما كان واش الا كنت كنعطيو الثقافه القريشيه كنعطيو واش شي واحد الا عطاك كيفاش غتغسل زكوك واش كتعطي واش الا خلقتي الا وليتي نتايا العابد
كيتسناو كيفاش غادي يبولوا، كيفاش يخراو، كيفاش يتزوجوا، كيفاش يطلقوا. واش هذا كتصنع منه راجل في المجتمع نهائي؟ المغرب ما كاينش فيها الشاد. تبيخ معنا في المغرب وتشوف كيفاش عايشين حنا في المغرب. وياها جي نشوفك فاش تكون في عمرك 60 عام، تراك ما فهمتنيش، انا راك تكلبس سروال ديال الجلد اصاحبي. بيان سير، وما دابا نقولوا لي شي زنقه كتصلي عندك 60 عام كلشي لابس بحال. وانت رجعتي تصلي عندك 60 عام حاول تطلع الفوق ماشي تنزل لتحت. حنا المغرب باقين كنحفروا، باقين كاين اللي كيحفر كاين اللي كيخدم اخويا بيان دير والله الا كاين اللي كيحفر وكاين اللي كيخدم يعني كيلغيو بعضياتهم. والله ما كاين اللي كيخدم بالله، حتى الدوله خدامه باغا بنادم كله يتبنش. هو ما نجحش الشيء اللي بغيت، ما نجحش في القضيه. الا كان هذا الهدف ديالها راه ما نجحش. دبليو ام دي ويبن اوف ماس ديستراكشن، اوكي هذا هو الاسلام. وهذا الشيء اللي غادي اللي غادي يكون قود من هذا الشيء اللي كنعيشوه. راه ما كاين حتى شي امل، راه ماشي غادي دير جمال هوبفو انه فيهم واحد الامل وداك الشيء راه غادي يتغير الواقع. الواقع غادي بنادم وكيدخل في الدين مزيان، وحنا شفنا دابا لمده مثلا 50 سنه داك الشيء اللي كان مع السبعينات وداك الشيء اللي كاين دابا. بنادم دابا ولا بنت في عمرها 14 عام دايره الحجاب، دري في عمره 20 عام مشى كيدير العمره. اذا هنايا الواقع ديالنا هو المغرب غادي وكيدخل فيه الايمان مزيان، حيت هادشي اللي دار محمد الحسن الثاني مع السواعده خصو داكشي خصو ديال جينيراسيون باش الله. خصو انا ماشي شي حاجه الوالده كانت كدير، كانت كدير اسمع اسمع اتصنت تصنت عقلتي على الوالده فاش كانت خدامه مع بالجفنه والفراكه وكتحط قدامها نادر ديال الحوايج، اش كدير؟ كتغسل الغسله الاولى ها، كتعاود ثاني كتشلل، كدير الغسله الثانيه وكتشلل وكدير الغسله الثالثه، عاد كتكمل عاد كيكمل ها. وهذا الشيء حتى هو هذا الشيء كيفاش وقع لينا دابا. هذا الشيء دابا اللي داروا لنا السواعده والحسن الثاني باقي ما داش عليه بيانير، ما كامل احترامات يا ترى راه واقيلا الجيل الجديد راه ما بقاش كيحمل السواد. لا كاين صديق، كاين صديق خويا شي كيو كبير اللي راه يرحم الناس ميديا. الناس ميديا راه حتى هي كتاثر على راه هو هذا راه كتسولات على السواعده والضحك على السواعده وكذا، راه ولاو كيتحكموا على السعوديه صاحبي راه كيتحكم على السعوديه. ما بقاش داك وراه تيتحكم علاش كتعني؟ تتعني صافي ما بقاش كيحمل الدموم ولا هما هذيك الايديولوجيا ديالي. وراه حتى الوالد ديالي انا راه ما كيحمل السواعده ولكن عزيز عليه الحجر الاسود، راه ديما غادي يبقاو غايزيد دابا لا جينيراسيون الجايه غادي تزيد. لا جينيراسيون الجاية غادي تزيد تغطس في الإسلام مزيان، أوكي؟ لا لا ما اختلفش. عاد غادي تشوف إلا كاين شي حاجة. لا ما اختلفش. صراحة أنا هادشي اللي كنشوف، إلا حنا ولا عندنا التقدم إلى الوراء هو أحسن حاجة كنديرو، واش حنا ما كنتمناوش الإخوان يرجع للمغرب للسبعينات و75؟ واش ما كتلاحظوش بأن إلا كتقلب على شي حاجة دازت عليها 40 عام، إلا باغي تنتبهوا على الماضي ما نديروش. حاجة دازت عليها 40 عام. راه something is wrong with your vision. راه فاش كتشوف راه خصك تشوف لو فوتور، راه ما كتشوفش لو باسي هو لو فوتور. حنا دابا ولينا كنقلبوا غير على سله بالعنب،
بغينا ودي غير هذيك ليامات ديال المغرب انك يدوز نهار الجمعه ما تتحش فيه كاع داك خد اخويا غير بغينا نفصلوا مع هذا الناس كلهم لا 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 ولكن صافي المساجد والأئمة كان عندهم البيجي ديالهم وقيل نشر هذا السم القريشي كان ربما البيجي ديال 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 نشر هذا الزبل هذا اكثر من اي بيجي عندهم في 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 الدولة ديالهم. انا نقول لك صديق انا السبب كان وجههم وعاد زيد عليها التكنولوجيا تما تكاو علينا عقلتي على ايامات الكسكاس ايامات البارابول تكاو علينا في البارابولات ثاني زاو تكاو علينا واللي تيبنات دابا كاين الانترنت خلنا في اول ايوا كاين الانترنت اش كدير الانترنت نفس التامة تعمل الانترنت لا ولكن الانترنت راه ما ترى باقي بنادم راه ما كنبغيوش كنحيدوه ما كنبغيوش كنحيدوه الانترنت ماشي مصلحتهم ما كيلوحوا في هذاك السم ديالهم ولا كيضحكوا عليهم اخويا بيانلير والله الا ما عرفتوش انت اون كونتاكت مع الجيل الجديد ولا حتى الجيل القديم حتى الجيل القديم ماشي حتى الجيل الجديد حتى القديم راه ولا تيطلع عليه في راسو داك الشيء ها والديا والناس كتعرفهم طالع عليهم في راسهم داك الشيء راه كاع صحابي غادي تلقاهم دابا حجوا حجه ولا مشاو للعمره وراه داك الشيء والله العظيم الا تلاقيت دابا عاد تعرفت على واحد ماشي مهم ماشي مهم خيبانين ماشي ما تخلصوش ما تقدرش الشخصيه ديال الطفوله حتى تدخل ديك الحرب اللي ما عمركم ما تربحوها تتزوج معاه وانت في عمرك اربع سنين وخمس سنين وست سنين وكتلعب ودابا اش دار مشى للحج ولا حاضي هو غير الله والرسول واش قتل بنادم قتل بنادم واش داعشي انا هذا هو المهم عندي لا ما قتلش لا ما بنادم بنادم غير هذا هو المهم ما ندخلوش في ما غنتصرف فيه صاحبي عاد صنت دابا ما قتلش بنادم غير داك الشيء اللي تعلمه هو من الحياه باش فهم هو الحياه غادي يفهموا لولادو هذا الشيء اللي كاين ولادو تا هما غادي يديروا نفس الشيء ومهم يفهم لهم انهم يتعايشوا هذا هو المهم انهم يحترموا الجيران ديالهم انهم يتعايشوا كذا هذا مهم او كتهضر على التعايش راه تحارب الافكار المسمومه ما فهمتيش شنو هو اللي واقع هنا الاخ راه كاين ريبيتيسيون راه كنشدوا داك الشيء اللي داروا جدودنا والدينا وكنديروا حنا وكنعلموا والدينا يديروا داك الشيء اللي كانوا كيديروا والدينا الجيل هذا كيعرف غير اللي كل قايل ما كيعرفش لا لا تخربيقه كيلعب وكيتفرج في المراسو انت فهمتي شو ما عرفتش اخويا علاش كيهضر راه ما مسوقينش راه ولاو شي يضحكوا على السواعده السواعده وليت تشوف النورات عليهم راه ما كنتش كتخيل هذه القضيه شوف دابا شوف واش تقدر تكون انت انسان ما كتامنش في المغرب هذا هو اللي غادي شوف هذه غتجيب المراحل هذا خاصو يكون تغيير قانوني غيجيب المراحل اصاحبي غتحارب الافكار المسمومه وراه تقول لنا هو شو اسمح لي انت اش بغيت من المراحل انا ذكرت تاريخ قديم حنا تهضروا على العصر الحديث اصاحبي راه القرن 21 راه تغير فيه راه خاصك بان كاين واحد استراتيجيه ديال التنوير خدامه هي باش تقول بشويه راه كاين محمد السادس يا وكاين محمد السادس الله تشوف ما تحاربوهاش اصاحبي ما تحاربوهاش ما كملاش الشهور هذه ها هو كتشوف محمد السادس 18 مسجد ما شفتيش انت 18 راه ديك الشرعيه ديال الدوله راه كتهتم يا ربما الماس ميديا غادي تعاون 5% ديال الناس ولكن بناء المساجد ماشي 5% ديال هذاك الشيء اشنو شوف اخي الله شوف نقول لك لا كاع كنكونوا ايجابيين واحد الوقت ولكن فاش كيدخل بعض المرات شي واحد للروم وتيبدا يقول لنا شي افكار تنقولوا وك وك عباد الله فين حنا راه كلنا حنا كنا بحال ديك ديال كاين الله ولا ما كاينش حتى حنا كنكونوا مريحين تنقول المغرب بدا كيعيق وبدا كيوعى انا الخوادريه ديالي كتضل تصيفط ليا على النكات على الاسلام كتعاود ليا نكات لي 30 عام هادي ما كناش كنسمعوا مسلم كيقولها كيحشم كيخاف يقول النكات هي كتعاود ليا النكات وهي كتصلي 5 المرات وكتنوض الفجر
صافي حريتها هذه شنو درت لك هي كتطلق في الدار وتتنوض خمسة المرات لا ما فهمت المهم ما تقولش انني راه واحد شوف واحد الانسان اللي كينتقد الدين ماشي ارتاح من ربه ماشي صافي لاحو راه كاين ناس كينتقد الدين وعايشين في الدين و ديال ليهم كيرتاحوا فيها صديقي واش عندك مشكل هذه القضيه واذا انت راه ما كدير والو الا مزيان ليهم راه خصنا دابا راه خصك تفهم واحد القضيه راه كاين كاين حريه المعتقد وكاين حريه الزمله حريه المعتقد هي واحد 7% ديال المجتمع عزيز عليهم الله وديما هازين القران وحافظينه والشغل الشاغل ديالهم النهار كامل هو الاسلام 7% كاين حتى في امريكا صديقي وكاين حتى في المانيا وكاين حتى في ولكن شنو المشكله على الاقل متفاهمين على انهم ما يقتلوش بعضياتهم هذا هو المهم عندنا حنا مغاربه راه سون بو فريمون سوسيبتيبل بانهم يقتلوا بعضياتهم باسم الدين هذيك انا هذه اللي كنشدد عليها اخويا انتم ماشي حرب الدين وحرب شحال ديال المغاربه مرحبا شحال ديال المغاربه مشاو لسوريا ومشاو كانوا بحالك بحالك هكا وطير عليك سكيريه ومقودين شنو اللي وقع لهم حتى مشاو لتما ما فهمتش السؤال واش عارف شحال ديال المغاربه مشاو لسوريا والعراق يجاهدوا مع داعش عارف راه شي 3000 ولا 2000 وراه كطير عليك كانوا طير عليك كانوا كانوا ماشي نقول كانوا حشيشيه وبزنازه وما غنعاودلكش انا منهم بجوج ولا كبير عليك انت يا غادي تقول لي السؤال ديالك علاش مشاو شنو وقع لهم ممكن تجاوبني شنو وقع لهم وكانوا كبير عليك تفتو اغلبهم فقراء تخيل اغلبهم غتلقاهم فقراء نقول لك من الاخر لا كلهم ولا في اوروبا اغلبهم ولا في اوروبا بخدمتهم وبرقهم وكل ماشي اللي عايش في اوروبا عايش في الجنه صديقي شوف ماشي انا نعطيك لي مثال راه ماشي كلهم عايشين في حبيبي راه شحال واحد كيحس براسو مهمش حبيبي حبيبي انا نعطيك لي مثال نعطيك لي مثال نعطيك واحد المثال وماشي غير مغاربه تلقاهم امريكيين والمانيين وكاينين العيبيه وكاينين كل واحد شنو كيدير كل واحد له البروفيل ديالو اش كيدير غادي تطرح واحد السؤال غتقول شنو وقع له شنو وقع له باش مشى لتما كيجاهد شنو اللي وقع بالضبط ما كانوش كيامنوا بشي حاجه سميتها ديما ولا تقتل صاحبك ولا تقتل خالتك ولا شنو وقع له شنو وقع له جوج حوايج كاين غسيل الدماغ اللي هو ولكن كاين واحد الارضيه خصبه ديال بنادم خاوي بنادم ما عنده والو اصلا في حياته يا مهماش يا معمرو دار اعمال خيريه معمرو تحرك دار شي لعبه نافعه للمجتمع ديالو وعمرو هز مسؤوليه وانت كتضل المغاربه وكتلقى جنون العرب عنده شي حاجه فراسه انت كتضل هذاك المسلم المغربي عنده شي حاجه فراسه كاينين اصلا اللي هو الشعبي اللي بحالي بحالك عايش المغربي بشفاعه علاش ما عندوش شوف اخي غادي تسول غادي تسول غادي تسول السنه الشهيد سولي على زوجة ديالو ما ولكني غادي تهضر معاه نص ساعات المكانه تلقاه في الدار نص ساعات المكانه غادي يقطع معاك ورقه يقول لك شي جهاد معاك في المغرب سمحت ما تقطع عليك الصوت ما كنسمعكش عندي شي مشكل في كونيكسيون دابا ولا ما عرفتش دابا ما وصلكش الصوت فهمتي الميساج ولا ما فهمتيش دابا مزيان دابا مزيان دابا مزيان دابا يعاود ما سمعتكش مشات انا بلاتي بلاتي لا كاينه واحد الحاله خاصه بلاتي بلاك عرفتي كيفاش كيهضر على الرب يسوع المسيح كيفاش كيقول لك كيفاش تعمد كيفاش كيقول لك تصور كيقول لك الرب كيقول لك الرب قوي بالصلب الرب قوي بالصلب عرفتي شنو هي بنادم تشم يلا سير سير انا احسن لي البهاء ايا من بابا يسوع سير عندي بو تو ريبوند سير انا كنجاوب سير لا لا ما عرفتش نجاوبك على ديك التخربه انا نجاوبك من نوتي سمعني مزيان عرفتي شنو قلت لك كبير سمعني مزيان انا دابور جو نو في با لا ديفيرونس جو في تري تري بيان لا ديفيرونس اونتر اون بيبل
un livre de Mormon, un livre de témoins de Jéhovah, un Coran. Hein, je ne suis pas une ignorante. Je suis jahada, d'accord. Tu ne parles pas avec quelqu'un, les kharjim shahada, ou là, d'accord. Premièrement. Deuxièmement, quand je te dis, on ne peut pas, moi, à mon avis, et ça n'engage que moi-même, quand on veut devenir athée, on se penche, on étudie un peu le Coran, un peu la Bible, pour voir où on va. Hein, pourquoi? Pour se débarrasser de ce monde culturel qu'on a. Parce que sinon, on n'est pas bien avec nous-mêmes. Parce qu'on était tellement conditionnés par l'islam. Les chrétiens, ils étaient tellement conditionnés par le christianisme. Les juifs, ils étaient tellement conditionnés par le judaïsme qu'à un moment ou à un autre, il faut trouver des réponses. Des réponses à ton athéisme. Pourquoi tu es devenu athée? Exactement. Okay. Moi, c'est ma démarche à moi. C'est pas parce que je prends pas le micro et je ne crie pas, etc., que je m'en dis. Un débutant, tu le sais très très bien, on se connaît depuis des années. Elle a c'est mon aperçu et c'est ma façon de voir les choses. Elle a, avant que mes filles, je leur dise, devenez des athées, moi mes filles, je leur ai donné, je les ai envoyées à avoir des cours sur le judaïsme. Sur, pour leur dire, bon voilà, maman elle est athée, mais vous, vous pouvez choisir, vous avez ça. Ou bien vous suivez, ou bien vous choisissez d'être athée ou non. Voilà. De croire ou non. Voilà, Aïn. C'est mon avis. Ok, Moi, celui qui devient athée sans prendre connaissance de toutes les religions, ou n'importe même sa religion à lui, parce qu'il y en a qui ne connaissent même pas ce que c'est l'islam, c'est un minimum. عوض ما نقول لك الكلام التي تقوليه لا محل له من الصحة كلمة كتخربقي عندنا حنا كزوا تعني بأنك ما نبنيش هذا الشيء على الصح. ثالثا كتقولي أنا ما كنشدش المايك باش وما كنبقاش نغوت فيه أنت كتغوتي أكثر مني. هادو ثلاثة الحوايج أنا جاوبت عليهم وغنجاوبك على الإلحاد. دابا غنبدا النقاش النقاش على الإلحاد. الإلحاد ما عندوش توصل واحد الحاجة اللي كيبني عليها. ما عندوش كتاب، ما عندوش تعميد، ما عندوش إله، ما عندوش حتى شي حاجة. أنا ما كان كيف أوكي أنا تولدت ما كان آمنش بالأديان. واش أنا شدني با ولا شدني شي واحد قال لي أجي ندير لك توعية كيفاش أنك ما تآمنش بالأديان؟ لا، ما داراش ليا حاجة واحدة اللي أنا عندي مرسخة ليا في عقلي بأن الأديان هي خرافة. كيفاش أنا غنجي عند الملحد ولا اللاديني غنقول لي أجي نعلمك ونقريك وندير لك تكوين كيفاش أنك تخرج من الدين؟ ما كيناش باش عرفتي بأن الأديان خرافة. أنا نقول لك باش عرفتها ملي سمعت أنا تولدت في بيئة إسلامية وقالوا لي راه كاين واحد النصارى كيعبدوا واحد الدين وكاين واحد اليهود أبغى تما عرفت بأن الأديان ماشي حقيقة. صافي بسيطة. أنا عندي ما يمكنش الإله غير صيف كل واحد عنده دين. صافي سهلة. علاش ونزل وبس نقول لك علاش ما يمكنش. سولاتني خليني نجاوبها. ما يمكنش أن الإله غيعطي كل واحد شي يشرب الشراب، شي يأكل الحلوف، شي يحرموا عليه، شي يقول لي صيف الدين وما بقاش مزيان حضرات بيريما
الرسول، شي كيقول لك المخلص اللي ما خلصش راسو، كنقول او انا 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 بعدا نقول لكم واحد القضيه، انا اللي ما مخلينيش نامن هو عدم العدل في الحياه. كتشوف فقير، كتشوف الافارقه كيموتوا، راه غنضرب ربع عليكم ها، راه لقيتوني ضرافين تما حيت كنخدم مع المسلمين، دابا ضرافين ها، نضل نضرب ربع ثاني نجبدو تبدا تسمع ما كاينه. خلينا نحترموكم، احترمونا فليكس اخويا. كاين واحد اليوم واحد اللقاء مهم مع ابو السباع، وكاين واحد الدري غيسجل ولكن ما تعرفش يوقع ليه شي مشكل، واحد البرنامج مهم بغينا صوره وصوت ابو الضيباع. ابو السباع اعتذر منك، البوس لك راسك ابو السباع، البوس لك راسك ابو السباع. يمكن لي ندوي يمكن لي نعطيك، غنعطيك المايك مباشره، غنعطيك المايك مباشره من ورايا. فليكس بغيتك غير تسجل لينا اللقاء مع ابو السباع، غيفضح المافيا ديال التنصير والله يخليك. فليكس غيبدا مع التسعود ديال اوروبا، الا بغيتي بغيناه سكرين شوت بالصوره ماشي غير مسجل. صافي خذوا السير، اللي معاه السير الدور دابا غنعطيه بداكور المؤمن اذا عاهد وفى. تفضل. شكرا عين، شكرا. انا نقول لك نظر البروجي ديالك، البروجي ديالك لي درتيه الاسباب ديالو ايتترا، جميل جدا، زعما روح رياضيه كلشي غادي يوال. اللي اللي زعما اللي ما فهمتش انا عقليا هو زعما هاد الحرب مع المسيحيه لانها ما عندهاش الجهاد ديال المسلمين، ما تشكلش واحد ما تشكلش واحد الخطوره، هادشي اللي بقى. ما كتعرفش المسيحيه، ما كتعرفش شتي كنبقاش لا فوقاش المسيحيين ما يدين تيديروا. فهمتيش؟ انا نشرح لك، انا نشرح انا غنشرح لك دابا. دابا المسيحيه انتوما كتسحبوا ما فيها لا جهاد، ما فيها لقاء ان اغواك اخوك سرا او حبيبتك او ابنتك وقالت لك تعالى نعبد اله اخر فلا تتستر عليه وكنت انت البادي برجمه. فراه خصك تجي تجلس معايا واحد نص ساعه وتشوف شنو هما الدواعش المسيحيين، وتعرف الدواعش المسيحيين. فإذا صرت طلع هضر ليهم على ناس المسيح من أجلنا. طلع كاين الصوت. المسيحية زوينة، بابا يسوع زوين، كلها روعة المسيحية. دابا البعض لا يميز ما بين الدول العلمانية دي الأوروبية اللي هي لا هي مسيحية ولا هي أي شيء، دول عصر الأنوار، وما بين المسيحية يعني كعقيدة وكتشارع. أخبارك بأن الحروب الصليبية التي قام بها المسيحيون كانوا يدخلون إلى القرى ويضعون الناس في الصليب ويحرقونهم وهم أحياء، مش كتعرف شنو هو العقاب ديال المثلية في المسيحية ولا ما عرفتش؟ هي من العهد القديم، راه من كتابهم، الحرق راه من كتابهم، ما قام به هتلر ومن الكتاب ديال المسيح. هذا راه ما كيعرفش هتلر على أنه متشبع بالفكر المسيحي، على ديك المحرقة ديال الهولوكوست اللي دار هتلر اليهود، هذيك منين جابها؟ راه جابها من النصوص القديمة ديال المسيحيين، من الافعال اللي داروا المسيحيين في 1348، ملي قتلوا تقريبا 10,000 يهودي ملي كان ضرب الطاعون اوروبا، ما شدهمش بداو كيحرقوا فيهم، داروا لهم الهولوكوست. ها يعني تبقاو تقولوا لنا شي حاجه ما كايناش. المسيح واش عارف بان يسوع راه خص واحد القضيه مهمه جدا، ان الاله ديال العهد القديم والاله ديال العهد الجديد راه واحد، راه من انزل التشارع على موسى هو يسوع. في جمله شتي هذاك بابا يسوع اللي جا عينيه زرقين وعلقوه في الصليب، هذاك راه هو اللي صيفط العهد القديم، هذاك هو اللي قال لي هذاك هو اللي قال لي وشاع، قال لي اقتلوا الاطفال اقتلوا النساء اقتلوا، راه هو هذا. راه هو هذا. دابا المسيح اش كيقول لك؟ المسيح كيقول لك ايه راه كان خايب حيت كانوا الناس خايبين، ولكن دابا جا ولا زوين، ومني ولا زوين وحنا نعلقوا على خشبه. ايوا جا اختي خايب في الاسلام، اش غنديروا؟ إذا كنتو نتوما يلا واحد القضية مهمة. لا لم ينسخ أجيولوجي، العهد الجديد لم ينسخ، أول كلمة قالها المسيح ما جئت لأنقذ الناموس بل لأتممه أو لأكمله. تفضل أستاذي فيلسوف. لا
ما كاين لا نسخ لا والو، ما كاين الاكمال. الاكمال اصلا حتى في، انا نعطيك واحد المسائل اللي هي مهمه مثلا في المسيحي. شنو هو عقاب المثليين في الاسلام؟ الاسلام عندهم عقاب المثليين هو انهم يلوحوا من شوائق الجبال من المرتفعات. شنو هو العقاب ديالهم في المسيحيه؟ في المسيحيه كتشدوا بحال الحولي وكتعلق ليه. شوف شوف العقاب ديال المسيحيين باش تعرفوا اكثر وحشيه من المسلمين. كتشدوا وكتعريه وكتعلق ليه رجليه وكتحط ليه راسه الفوق اللي راسه لتحت ورجليه مدلين، وكتربط ليه رجل من هنا ورجل من هنا، وكدير ليه منشار الوسط هو حي، واحد شاد المنشار من هنا وواحد شاد المنشار من هنا وكنشروه هو حي. باقي الصور، باقي الصور. شتي هذا الشيء فداكو راه خصك تعرف دابا المسيحي دابا دابا كيف كان بلاكا ولكن تقويت نديرها. بغيت تقول لي ما كاينش حركه ارهابيه مسيحيه؟ كاينه انتي بلاك في افريقيا حركه ارهابيه. انتي بلاك اكبر جماعه كتذبح المسلمين باسم الرب لانهم هما يتبعون الى الشيطان. تقول لي ما كاينش دواعش مسيحيه؟ كاين دواعش مسيحيه. الاعلام ما كيبغيش يوريه باش ما يبينش المسيحيه لان الغرب مسيحي. ما غيعرفوش هذا الشيء. خلينا لي أنتي بلاكا ميليشيا إفريقية موجودة في إفريقيا مسيحية تقتل الناس باسم الكتاب المقدس، تقوم هي بالسبي بالقتل بكل ما تقوم به داعش. ها والزعيم ديالهم هو ضرف المسيحية مثل البغدادي، حتى هو عنده شهادات في المسيحية ويطبق النصوص. هذه ديك الجماعة ديال الكي كي كي ولا ما عرفتش كيف يقولوا ذلك، ديك بوحدة مازال ديك في أمريكا ما كاينش. المسيحيين في أمريكا ما كانوش أمروا في أمريكا جماعات مسيحية في أمريكا ما كانوش داروا حركة في أمريكا لقتل الأطباء الذين يمارسون الإجهاض. هذوك شكون اللي قاموا بهذيك العملية؟ شكون اللي كانوا كينظروا لهذيك الفكر ديال قتل الأطباء لأنهم يقومون بالإجهاض؟ راه مسيحيين أصاحبي، راه مسيحيين. راه دابا الإشكالية اللي ما فاهمينش نتوما في المسيحية أن ذاك الشخص اللي كان دخل ذاك المسجد وبدا كيصفى لبنادم، هذاك هي النصوص ديال المسيحية. هذاك اللي دخل المسجد وشاد فرديه راه الدول الأوروبية كيحكموا بالعلمانية وما كيروجوش للفكر المسيحي الحقيقي. كون فكروا الأفكار المسيحية الحقيقية كون بان لك حتى هما كيديروا عملية إرهابية وقاتلوا بالنصوص لأنهم غادي يحيوا النصوص، والنصوص كتأمرهم بديك الأشياء. يعني النصوص كتأمرهم بديك الأمور. حيت دابا انت في مجتمع علماني كتبقى تسقطوا لينا المجتمع العلماني على المسيحيه. لا علاقه لا لفرنسا بالمسيحيه ولا امريكا بالمسيحيه ولا المانيا بالمسيحيه، لا علاقه لهذه الدول بالمسيحيه الحقه. كاينه في الفيلسوف حتى في القضيه ديال بعض الجماعات المسيحيه اللي متشدده بزاف، مثلا ترفضوا حتى البراتيك ديال العلاج الطبي مثلا، تقول لك راه ممنوعه الصايات، داك المكياج، دوك الحريات الشخصيه تاع الانسان في اللابس والحريه الجنسيه، وداك الشيء العفه عندهم كثار من المسلمين. حوايج اخرين بحال حدود منع الحامل. المسيحيه المراه تقطع يديها، المراه تقطع يدها ويحلق شعرها اذا طاح لها الفولاذ باش تبان خايبه. وي هو عندهم في العهد الجديد على 17 عام ولا خصهم يزوجوا البنات او لا كتعتلقوهم، كتحكم على البنت تبقى ديما عابده. في انجيل لوقا عندهم نص صريح: اما اعدائي اولئك الذين لا يريدون ان املك عليهم فاتوا بهم واذبحوهم قدامي. هذا ماشي العهد القديم، هذا العهد الجديد، هذا لوقا. قول لهم شكون اللي قال هذه الهضره، قول لهم شكون اللي قال اللي ما كيامنش بيا جيبوا هذا تلميذ المسيح. هذا جيب النصوص ديال المسيح اللي كيدوي دابا: اما اعدائي اولئك الذين لم يريدوا ان املك عليهم فاتوا بهم واذبحوهم قدامي. ببساطه شنو كتستافد انت من هذا النص؟ هذا انت لا تؤمن بالمسيح غيشدوك غيشكيوك غيذبحوك، ولكن واش هذا النصوص تطبق في سميتو؟ غتمشي عند المسيح غيدير لك لا تاويل، غيدير لك لا بحال القران. لا، وهذا النص لا يتحدث عن الانيه، عن الاخره عندما سيعود يسوع وسنذبح اعداءه. فهمتي؟ يبدي يدير لك هو بحال القران. لا هذا النص هذا راه لا يقصد به الذبح الان، هو الذبح عندما سياتي يسوع ليحيي ملكوت الرب وله المجد وسنتكيك ونذبحك. لا الان دابا هذه معطله الان. ها؟ يعني كيبدا يدير لك قلب شقلب. واش انت عندك نص؟ في نص كيقول لك اما اعدائي اولئك الذين لم يؤمنوا بي.
تدعوهم وتدعوهم قدام فاسك راه كلمة جوج هاد الأرثوذكس كلمة جوج كيقول لك انتم غادي إلى الهلاك فالأمة لقد نبه بأنها ستتبع الشيطان وقال لهم المسيح أنا الأول والأخير والشيطان جاء هو محمد وكي أنا حاورت المسلمين هنا حاورتهم في العديد من الغرف ولكن أنا التعصب اللي شفت المسيحيين مش شفت الطالب هذا بنوا لي متعصبين إرهابيين أخيب وفاشلين في الحوار أقسم لكم بما تؤمنوا به إذا المسلم وعلى عليهم في الحوار ما كاينش شي مسيحي يطلع ماشي مسلم وما يدك تقولش المسلم كان خطئ في الآية كيكمل الهلاك الاخر يبدا يتفتف ويدافع وانت في الهلاك والدم يتشرب عرفتي عندهم بانهم كياكلوا الدم اللحم ديال يسوع وكياكلوا الدم ديالو شنو ثاني يشربوا الدم ديالو بالمعنى بالمعنى الصحيح يعني هو هذاك دمه ولحمه هما كياكلوا على العيب لحمه هو دمه كان يبان دابا عندهم قال لك ملي كيمشيو للكنيسه كيشدوا الروج وكيشدوا الخبز وكيبدا يقول يبقى يقرا عليه الروح القدس هذه ويبدا يغمضوا عليه ويقول لهم كلوا وانتم راه كتاكلوا اللحم ديال يسوع وكتشربوا الدم ديال يسوع يلاه واحد قال لك غيبدا يقول لك الانجيل كتب بعد حتى راه ما كيهمناش حنا الانجيل جاء بعد يسوع وما كيهمناش واش داك الانجيل manger, ça c'est mon corps, et buvez, ça c'est mon sang. C'est connu ça chez les chrétiens. C'est pas nouveau. لا راه هما كيفهموها بالمعنى ماشي راه المسيحيين كيفهموه بانه دمه هو لحمه واش كتعرفوا بان برونو جوردانو برونو لماذا حرق في روما راه حرق لاجل هذه الاشياء هذه لانه قال لهم انه يوجد الذرات ما دام انه يوجد الذرات فلا يمكن ان يتحول الخمر الى دم المسيح والخبز الى لحمه وحرقوه في روما من حرقته الكنيسه لا ما المسيحيين ما كياخذوهاش بانها مجازي يعني ميتافور كياخذوها بانها بالمعنى الاصح انه لحمه ودم يعني كياخذوها بالمعنى انه لحم المسيح هذاك ودمه لحمه ودمه فهمتي يعني انت تقدري ترديها مجازي ولكن هما ما كيفهموهاش بالمجاز كيفهموها بانه لحمه ودمه فهمتي انا الحاجه الشيء الوحيد اللي ما كان فهمش علاش البعض كيبغي يبدا يصور لينا ان المسيحيه شيء زوين انا ما فهمتش المسيحيه ما زويناش اصاحبي المسيحيه كلها ارهاب المسيحيه ويها. دين شيطان ويها وكاينين راه كاينين شي نصوص دابا باش تعرفوا المسيحيه بصح خصكم تسمعوا الناس اللي هما تولدوا مسيحيين وخارجين منها بحالكم نتوما مع الاسلام بحال ديالي مع الاسلام والله مع الاسلام راه كاين مثلا فويس عندك دان عندك بلاتي نتفكر عندك برانس هذاك العراقي راه كيدخل هنا عندك بزاف اللي خرجوا من المسيحيه هما ولادو والديهم مسيحيين وجدودهم مسيحيين هذوك كيعرفوا خبايا المسيحيه كيجي شي واحد كيجي اول نصوص كيقول لي حبس بحال حنا ملي كيجي مثلا شي واحد القراني كنقولوا لي لا ضربه هي ضربه كيقولوا لي حبس المرقى كان فلان وكان با كيقول لينا وكان هذه وتسمعوا المسيحيه انتم معودين ليكم بقاو تدافعوا على المسيحيه يسوع المحبه ومع انه صليبه وكذا وواش كيقول لك المسيحي كيقول لك ان شنو كيقول لك المسيحيه اصلا ما فيهاش المنطق المسيحي اش كيقول كيقول لك ان يسوع هو الله والله لا يموت ولكن من صلب في الصليب هو الله والله قد مات ولكن الله لا يموت هكذا كيقول لك بحال هكا هو الله يسوع هو الله والله لا يموت ولكن من صلب في الصليب فهو الله وقد مات دابا انا حيت كنعمر معاهم انا فيلسوف الاخوان وكنسمعوا واش كيقولوا وبحال هكا راه كاين شي حوايج اللي تابي تضرب راسك مع الحيط والاسلام يبان لكم عرفتي جبت ليهم قلت لهم اللي طلعوا لي الدم طلع لي الدم قلت لي تخيل معايا لو كانت المسيحيه ان جا يسوع وقال لكم انا رسول ومن عند الله وبقى ومات ملي ساليت لقيت راسي بحال قلت لهم الدين الاسلامي ولا الدين الاسلامي كيبان لي زوين على خرافه المسيحيه راه هادشي علاش متاثر الاسلام حيت الاسلام محمد كان ذكي
حيد التجسد وحيد الصمت وحيد الخطيئة كتورد وحيد رقة الأبطال وذاك وذاك الشر الدم وذاك الشيء حيده. هذاك الشيء علاش هو بان واعر قدامهم. تفضل أخي ما عرفت شكون اللي كيتسير ما عرفتش. ما أختم بالكلمة البسيطة. أنا الشيء بعد أشوف الشيء اللي أفهمه أن يسوع هو الذي أمر في سفر إشعياء بقتل الأطفال قتل الأطفال أمر بحالك قال لي اقتلوا الأطفال والنساء والبهائم ديروا لهم إبادة الفينق الكنعانيين. ملي كتجي للمسيحي كتقول لي واش يسوع هو اللي أمر بداك الشيء كيقول لك اه كيقول لك هذاك الحقبة هي حقبة العدل وهذه الحقبة اللي جا فيها يسوع هي حقبة المحبة. هو هو نفس الشخص نفس الإله وذاك يسوع المتجسد هو اللي آمر بقتل الأطفال والآن جاء أنا لأجل ماذا؟ لأجل المحبة. وقال أنه تلو 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 est-ce que tu as le psaume qui dit ça dans la Bible? Est-ce que tu as le psaume qui dit ça? Parce que moi j'ai jamais entendu cette phrase, c'est vrai que c'est très surprenant. Est-ce que tu peux me trouver le psaume qui ordonne de tuer les enfants? S'il te plaît, ça m'intéresse. لا 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 بصح بصح شوف كيف اوكي دابا انا شوف انا غنمشي لان كنت في المايك داك الشيء في سكوند اخوان طلعتو ونعيت نتسنى باش زعما كاين ساعه ولا هذا دابا هو الموضوع واقيلا لي مسلمون او ماساكري. انا بالنسبه ليا وغنقول لكم واحد الحاجه وغنمشي بحالي أمشي بحالتي لأن عندي شي حوايج نقضيهم. أهلا للصاج جزاه رب أكنا. أنا كنشوف كتعرف بأن بعض السموم الدواء ديالها سموم واحدة أخرى. أنا بالنسبة لي إلى أخطر حاجة هي تكون عندك إنسر غوليجيا هذه خطيرة بزاف في المجتمع ملي كيكون عندك دين واحد. إذا راه هادشي كتب عليه شكون هو هذاك فولتير كتب على الخطوره ديال وان ريليجن سي تري دونجور كيما كانت هاد لا ريليجيون كيما كانت بغض النظر. انا بالنسبه ليا ربما سموم المسيحيه ربما تكون هي الانتيدوت ديال سموم لا الإسلام. انا كتبان لي المذابح كنشوف فيها المذابح مهم. انا غنقول لك انا شنو كيبان ليا وانتم عاوتاني طلعوا قولوا شنو نتوما كيبان لكم. انا نقول شنو كيبان ليا انا كي صراحه كما كنشوف ما كاينش اكثر من انسروريجيون اللي مهيمنه ومسيطره وكل شيء. هذه هي الخطوره اللي هي اللي يمكن تكون عندنا في المجتمع رغم انني ما كنحملش كاع الديانات وداك الشيء وهذا ولكن اخطر حاجه هي تكون عندك دين واحد مصيبات الحماق انسوغوليسيون هي اكبر المصائب اللي يمكن تواجه شي مجتمع. وربما بحال اللي قلت لكم يوقع داك الفينومين لان صراحه راه بعض السموم الدواء ديالها سم واحد اخر اللي خديتي. لا لا ملي كتكون العلمانيه انا متفقه يكونوا الاف الاديان ملي كيكون الجهل وكتعطي وكتسمع لا ملي كتولي تبحث وكتتبع مسلم ذبح مسيحي ولا مسيحي ذبح مسلم كتولي مقودة. هند واش كتعرف هذا رأيي هذا رأيي اسمع في لا ناتور il n'y a pas vraiment des solutions il y a de nouveaux problèmes لأن chaque solution que tu trouves لواحد problème défini elle devient en elle-même un problème qu'il faut confronter من بعد فهمتي. لاحظتي مثلا كاع الادويه اللي كنلقاو خلقوا لينا بحال لونتيبيوتيك راه مشكل دابا فهمتي لان كاين دابا دي ميكروب اللي كيستعصاو هذوك لي زونتيبيوتيك خصنا نلقاو لي زونتيبيوتيك دابا كيقلبوا على شنو هي شي سوليسيون وحده اخرى من غير ان دوزيام ولا ان تروازيام ولا ان كاتريام اونتيبيوتيك. لي سوليسيون نو سون كو فريمون دي سوليسيون بور واحد لا سيتياسيون اللي عندك ات هاند mais ils sont aussi des problèmes. C'est un moment qui veut nous faire des hommes un problème li ou là d'abord c'est que tu as l'âge ou c'est la vie. La vie c'est comme ça. Mais on ne peut pas dire que c'est un problème optimal, général, ça fait on n'a rien à foutre maintenant. On a un problème qui va tout résoudre au salina. Mais qu'est-ce que c'est ça? إذا هادشي اللي كيبان ليا أنا ربما
هاد الحوار اللي كيهضر مثلا انا بغيت هاد الحوار هذا يكون اللي كيهضر عليه مثلا اللي كتقول هند وفيلوزوفر كياكلوا هذا دمي وهذا لحمي وكتقول لا جيبهم وذبحوهم قدامي. انا بغيت هاد الحوار هذا يكون ما بين المسلم والمسيحي باش المسلم يمشي يعرف شنو كاين عندك المسيحي يجي يقول له صاحبي انت كتقول لي لا لا ما بين لا ماشي ما بين دابا انتما كفار انتما كفار انا تنهضر لا منين مسلم ما بين مسلم ومسيحي راه هو اليوم يدي ماديش بين الكافر انا ما كنناقشوش ما بغيتيش تفهمني ورا ورا راه الغرفه فيها شوف الغرفه مسيحيه غرفه مسيحيه فيها مسلم وفيها مسلم ومسيحي راه ملي كيتناقشوا فوالا جوستومون اذا مزيان لهذا الشيء اللي عندكم في مثلا في الغرفه ينتقل الى ارض الواقع. كنهضر انا على واحد المجتمع ذاك المجتمع اذا كانوا فيه لان ملي كيقبوا الديانات واحد شويه الناس كيبداو يعتبروا ديك الديانه كتبدا تدخل في السياق ديالها كحريه فرديه لان هذا الشيء هو اللي ربما الناس كيقلبوا عليه اليوم. هي كيفاش تدخل الديانه في هذاك المكانه ديالها كحرية فردية وليس الدين حرية فردية في عدم حرية فردية الدين بحال ما نقدوش في لجنة فين حرية فردية ولكن ماشي مشروع اجتماعي بلاتي حرية فردية في ظل ماشي البلد علماني لما قدوز فين زيدوا فيلا علاش ما كيديروش التبشير في الكليات وفي المدارس ربما ربما بلد ربما على باش عارف بان ماشي هذا يقدر يكري هذا المشكل اللي غادي يدفع باش تعاود لا ستركتور واللي بلد علماني ربما هذا الاختلاف غيولي كيضغط على الوضع باش يولي وضع يولي مناخ علماني لان من الناس غيشوفوا بان الحل هو انهم يتعايشوا وبانهم ياخذوا هذا الدين على اساس انه حريه شخصيه او حريه فرديه وشخصيه فقط. اذا هنا بدينا كنحلوا المجال لواحد المناخ علماني اوكي يعني تكون مدارس في المغرب باش يلا نوصلوا للعلمانيه ما نقدرش نديروا علمانيه قبل ما يمكنلكش تي نو با ديكتي شنو هو لو بروبليم اللي غايجيك من بعد لا غايجي لا 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 باين عندي لا كتسمع المسيح كيفاش كيجي واحد دابا لي فطاريت دابا لي فطاريت دابا الناس لو كيتنصروا وداكشي نقولوا مثلا وهند صافي هند حلات واحد الروب سميتها كريشيانتي وهند الفا اغيتي هاد الفينومين هذا هو اللي دارها انا يلاه كنتصدى لواحد المينيمين في العشور اللي كيدير هو غتوعيه فقط انك انني نتصدى بهذاك المفهوم الحقيقي اللي مجمده وراه مافيا اللي اليوم غنعرفوها من ابو السباع انا لا شيء باش ما نبقاوش نأولو نبقاو نبخصو نبقاو نغيرو وراه ملي كيدخل عندي انا مغربي وكيقول لي الرب يبارك وبان المسيحيه زوينه وانا نحكي الاسلام وهذا وبا مكلخ وحرام وحيت مسلم كيقول لي اش كتخربق فقط كيقول لي نتحداك تعطيني بان المسيحيه فيها الرده كنقول لي ها هي كيقول لي كيفاش كيقول لي لا ما شرحهاش لي هذاك كنقول لي هذاك راه بحال القراني راه ما شرحهاش لك راه ما شرحهاش لك زياد هذاك راه بحال القراني ها فيلسوف كيكون معانا كيمشي بحد كيجي فويس كيقول لي الشرح ديالها ها هو ابن كثير والقرطبي والجلالين ومسلم اش قالوا فيها صافي كيتكمش كيولي جالس وكيسمع صافي فهمتيني ولا ما فهمتينيش صافي فقط ان حتى انها ما تعطي حتى شي حاجه هاد التجربه ما تعطي حتى شي حاجه وغدا تسد الغرفه كتبقى تجربه اللي بغيت يطعن فيها من حقه وكتبقى تجربه بحال واحد كيفتح غرفه ديال اللي تلوطوا فيها وكيسدها واحد النار انا ما دايرهاش للطلوات دايرها بان حتى الاخوان اللي معنا اللادينيين وملاحده شكروني عليها ككونهم عرفوا المسيحيه قال لك عندنا واحد الفقر فيها قال لك جمله مفيده ما كنعرفوش عليها بداو كيعرفوا من كيجي لك مثلا اورثوذوكسي مع كاثوليك وكيشدوا كيبرقوا يطاحنوا بيناتهم واحد كيقول لي شوف نزل
والله حتى نطبق عليك العهد القديم. كيضحكني ملي كيقول شي واحد لك عافيه حيت ما عارفش العهد القديم كامل يعني ولا مسلم مع المسلمين واعرين واعرين في النقاش شي تشاتشورات واعرين كيزمطوا ليا الزمطه ما عرفتش ان الاقباط وقيله حيت ما لبس عليهم سمعت وضريفين وبيضين بزاف ما عرفتش ماشي قباح في النقاش ماشي السلفي خطير ماشي السلفي مفهوم السلفيه السنيين خطير في قضيه النقاش كيجبدوا شي نصوص اللي ما طيحش لك على البال هو هذاك المسيحي كيتبلوكا اذا في الاول وفي الاخر غرفه بحال كل غرف حسبوها ديال الموسيقى حسبوها غرفه الطلوه حسبوها غرفه ديال اللي بغيتو كنحاولوا اننا نوعيو الناس ما قدرنا عليه ومساله بادره بحال واحد كل واحد عنده هدف كاين اللي كيدير غرف على البيئه وتلوث الجو كاين اللي كيدير الغرف على الرفق بالحيوانات واحد ما كيدير الرفق للتصدي للتنصير لا اكثر ولا اقل تفضل السوسن هي اللي كتسير تفضل إيه قبل ما تمشي ديري عاد لهاد النيك نيم جديد ديالي شكرا لين إيه سمعتيني الو 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 شنو طنطا المهم دوزو نايس سمعتك ولكن تساد فولتير ولكن تساد انا سمعتك ولكن تساد سمعتيني فولتير كتسمعني اهلا وي سمعتك ردتك درت لك اد ولكن تساد بي ان اوكي انا حلو انا حلو شكرا دابا كاين الصوت كاين الصوت ديال الاخوة المهم هادي كتسمى حرية التجمع اللي بغى يحل شي غرفة يحلها لا هو بصح كل واحد وكيفاش كيفكر كل واحد والبرسبكتيف ديالو والقناعات ديالو مثلا انا الى شنو صوت فولتر دابا فولتر بي I make sure you have a good, strong antivirus. anyway, اللي بغينا نقوله هنا يا دابا كل واحد وكيفاش كيشوف المسائل الإخوة. أنا كنشوف إلى عندنا 30 مليون مسلم وعندنا نص مليون مسيحي ما كدرش يعني ما غاديش أنا نوجه طاقة ديالي باش نتعامل مع نص مليون ديال المسيحيين. وهادشي تيبان ليا انالوجيك وربما مثلا هند كتقول ذا سي با لوجيك خصو واخا يكون غير نص مليون خصنا وهادشي كيختلف اذا كنحترم الاتجاه ديالها اولا فاش كنت انا في الغرفه ديال المسيحيين اللي كانت سميتها المسيح يتمجد في المغرب ما كانت حتى شي روم مغربيه كتنتقد الإسلام وكنهضر معكم كنقول لكم قطعا ما كان حتى شي روم كتنتقد الإسلام بالقطع يعني أي روم كتدخل ليه تهضر على الإسلام في رومات مغربية كتبونسها الغرفة الوحيدة كانت ديال أنترانيك هو اللي فتح المغاربة المسيحيين المسيح يتمجد في المغرب دابا هذا المسيح يتمجد في المغرب كانوا فيها ناس مسيحيين لحقاش الناس اللي خرجوا من الإسلام آنذاك ما كانوش كيسمعوا الملحدين كيهضروا لهم على الإسلام كانوا كيسمعوا المسيحيين كيهضروا لهم على الإسلام المسيحيين تيقولوا لهم هل العيوب ديال الإسلام والمسيحية راه حسن وهذوك الناس الأولين تصيدوا ورغم أنهم تصيدوا وقيل أبو السباع هو بوحده اللي بقى مسلم في هذيك اللي بقى مسيحي في هذوك الناس كاملين ربما حيت الرزق ديالو كيعتمد على المسيحية أكثر من على العرق ديال الجبين ديالو داك الشيء أوكي
إذن هاد الناس هادو اللي دخلوا المسيحية بكري وكنعرفهم اللي كيعرف فيكم أبا القاسم، أبا القاسم ما بقاش عقلته أبا القاسم، اللي دخل ده أبا القاسم في اليوتيوب وتسمعوه هو إنسان كان كيعطي الإسلام صلية تشنواش كيعطي الإسلام كيشد دير مودك شي ديال الأحاديث كيفرتكم زيان، ومع ذلك كان مسيحي. علاش؟ حيت الناس اللي خرجوا من المسيحيه قالوا لي ديرها كاين، اللي خرجوا من الاسلام قال لي ديرها المسيحيه احسن. اوكي، انا اللي كيبان ليا جوسوي ليبغ، حيت كاع كلكم ليبغ، كاين شي حوايج اللي doesn't make sense to me but I take it with respect، كنحترمك حيت هذاك الراي ديالك وهذاك التايم ديالك تقدر تخسره في ما بغيتي. انا اللي كيبان ليا هنايا بصراحه كيبان ليا بان اولا المسيحيه قطعت اشواط، في تعطاونا شي حاجه سماوها العهد القديم، لعبوا على المسيحيين قال لي ما ود هذاك الشيء راه لا علاقه له بالمسيح، المسيح راه كله على بعضه حلو وهذاك الشيء راه العهد القديم. عندهم تخريجه فاش كنهضروا مع المسيحيين دابا كيهضروا لنا غير على المسيحيين اللي في الامريكان واللي في اوروبا، مشى من دماغهم هذاك الشيء ديال الصلب اللي عندهم وداك الشيء ديال الحريق وداك الشيء ديال الكبريت وداك الشيء كله مشى لهم من الدماغ ديالهم، وصلوا لواحد المستوى انه كيبان لهم المسيح كله حلوه كله غزال وهو ديال الحب وهو ديال هاك هاد الحنك الا ما عجبكش هاد الحنك نزيدك الحنك الاخر. اوكي، حنا المسلمين باقي ما وصلناش لهذا الشيء، حيت قلنا بان هاد القران هذا راه بارفي، حتى حنا عندنا العهد القديم في المغرب في الدين الاسلامي اللي هو التوبه، سوره التوبه وديك 10 سنين الاخرى ديال الاسلام، هذيك سميتها العهد، غير حنا عندنا داك الشيء اكورد، يعني العهد اللي عندهم هما قديم، حنا عندنا هو العهد الجديد، ما قدرناش ما عرفناش كيفاش غادي نقادو هاد الروينه هادي، كيفاش غتقول لي شي حاجه جات في اخر قبل ما يموت الرسول راه هي العهد القديم. يعني هنا وصلنا لواحد الورطه ان ما قدرناش نديرو شي حاجه مع الدين. اوكي، اذا الحاجه اللي كنعطي انا للمسيحيين بصراحه هي هاد الفهم ديالهم، غيروا الفهم بيرسبكتيف ديال الناس تغيرات على الدين. ياس غتقول لي الاخ مستر فيلوسوفر كاينين شي حالات شاده، شي قنت في افريقيا في القنت كاين واحد الامام كيبغي يصلب وداك الشيء، ولكن هذيك ماشي هي القاعده. اوكي، اللي كنعرفوا هنا كنمشيو كنسمعوا الناس كيهضروا على المسيح كيهضروا عليه كله حلوه. اوكي، داكشي علاش انا ما كنهتمش الا كان في المغرب في 30 مليون ديال المسلمين وفي 5 مليون كاع ديال المسيحيين، النسبه كتبان قليله باش انا غادي نتكا على هذاك اوكي. اذا هنايا المساله لا علاقه لها كيف ما كتقول الاخت هند انها كيطبل المسيحيه. اوكي، الوقت اللي كانوا الناس في هذيك الغرفه كيهضروا على الدين ما كانت حتى شي غرفه قطعا، لدرجه ان سيزار كان مسلم ديك الساعة. اوكي، يعني كاع الرومات كلهم حتى واحد فيهم يقدروا يكونوا فيهم ملحدين، ولكن حتى واحد فيهم سيزار كان مسلم، حتى هو تيقول النبي صلى الله عليه وسلم. وحضرت انا كاع النوستيك حتى هو كان مسلم، وكاين التسجيل ديالو كان مسلم، والنوستيك ولا مسيحي وكاين التسجيل ديالو ولا مسيحي. باي ذا واي، انا هو اول واحد اللي فسح المجال الغرفه مغربيه ضد الاسلام، هو هاد بيالليخ، هادي بدون افتخار. اللي ما كيتيقش هنا هو الكوبايلي بالا، هو من الناس القدام وبزاف ديال الاخوان هنا. انا هو هذاك الانسان اللي دخلت الغرفه ديال عطاوني ادمين، دخلت الغرفة ديال المسيحيين ديال أنترانيك، كيجي أنترانيك كيقال الغرفة خاوية ما فيها حتى شي واحد ومحلولة غرفة أخرى مغربية. فعلا كنت كنعمم مع المسيحيين، كنعمم معاهم بزاف،
تيقولوا لي ما تهضرش على المسيح، ما كنهضرش على المسيح حيت الا فزعوني ما عندي فين نمشي، ما كاينش شي رمخوني غادي نلقى فيه هاد الحاجه اللي عزيزه عليا انا، هو انا اوبخ الاسلام. فاش درت كمشت كيعاودوا على المسيحيه، كنبقى حنا انا وشكون هو داك العربي، كنمشيو للبيام كنبقاو مقصرين المسيح الزوين الغزال بابا داك الشيء كله كنديرو. اوكي اش كتعني هذه؟ ما عندها حتى شي علاقه. الا كنت ديك الساعه جان تكون شي غرفه محلوله ديال المغاربه كيوبخوا فيها الاسلام. في 2007 ما كانت حتى شي غرفه مغربيه كتدخل وكتهضر فيها على الاسلام بكل طلاقه، ان تهضر على عائشه، تهضر على الاسلام، تهضر، ما كانت حتى شي وحده بيريود، حتى وحده ما كانت في القسم المغربي كامل غرفه اشنا هو الهجوم على الاسلام يوميا، نيكزيستي با. الغرفه الوحيده اللي كانت هي ديال المسيحيين، وكانت سميتها المسيح يتمجد في المغرب، وانا هو اللي سديت هذيك الغرفه انا بيان ليغ. ماشي انا ما كنخافش الا غادي نقول انا كنت كنريح مع المسيحيين، يا كنريح معاهم لعجزكم انتم المغاربه الغرف كلهم. وكنتحدى اي واحد دابا يطلع يجبد لي في 2007 و8 و9 و10 و11 الا كانت شي غرفه مغربيه ضد الالحاد، واول وحده بداتها هي مغاربه علمانيون ومسيحيون. اوكي بلا ما نبقاو هادشي، انا كنعيش في البالتوكا الاخوان، ما عنديش غيركم وما عنديش غير هاد الرمادة. الحاله الشاده عندي هي يوتيوب، هي فين كنمشي مره كنمشي ليوتيوب. اذا راني كنعرف التاريخ ديال هاد البالتور كامل من الاول حتى الاخر ديالو. اوكي المهم هاد المساله ديال المسيحيه سي تري جولي، علاش فريدم اوف اكشن، فريدم اوف سبيتش، فريدم اوف جاذرينغ، يا اوكي لا غير باش نقادو شويه هاد الامور. المساله ديال هادي شي حاجه انا مثلا هنت هاد العلاقه اللي عندها مع المسيحيه ومشات، انا ما كتدخلش ليا دماغي بصراحه. واش كنحترمها؟ ياس كنحترمها، حقها هذاك واحد الحاجه اللي عزيزه عليها. ماشي غادي نديرو هنا النمطيه حيت انا ما عنديش مع المسيحيه، والمسيحيه ما كتاثرش على المغاربه بزاف، واللي ماثر على المغاربه بزاف التخلف ديالهم والتشنج ديالهم راه هو الاسلام. ما يمكنش غادي نقول لها اوكي وانت انت خصك تفكري بحالي. سمعتونا الاخوه؟ اذا كلنا كنسعاو مصلحه واحده، هو ان هاد الشعب راه ترقدنا في الوسخ. دابا الناس اللي كيدخلوا الاخوان، وهادي راه في التجريب، الناس اللي كيدوزوا من الاسلام، اللي كيخرجوا من الاسلام المسيحيه، تيكونوا الناس اللي خرجوهم من الاسلام مسيحيين. هنايا كيديروا لهم النسبيه، تيقول لهم الاسلام ما مزيانش فيه العبوديه، اجيو تشوفوا المسيحيه راها غزاله، ما تيجيوش يقولوا لهم الحقيقه ديال المسيحيه، كيكذبوا عليهم. حيت هما بحال دوك الناس اللي فاش كيخرج ما كيبقاش مسلم كيوقع ليه واحد الفراغ، وهذا الشيء كتوقع لنا في الروم بزاف. الناس كيدخل تيقول لك دابا اش نديرو، كيفاش اش غادي نديرو؟ كتعني هو خصو الايمان، خصو شي حاجه، خصو يكواز، خصو يعبد شي حاجه. اوكي اذا هنايا الاخوان المصلحه ديالنا كلنا شنو هي؟ خصنا نفيقوا بنادم. واحد الانسان بغى يفتح روم على المسيحيه يفتح روم ويدافع فيها على ويهاجم المسيحيه، ولا ما كتعنيش غادي انا غادي نطيح بشي واحد خو اللي ما كيدافع اللي ما كيهاجمش المسيحيه. اوكي انا واحد الانسان ما كنهاجمش المسيحيه، علاش ما كنهاجمهاش؟ حيت هذوك الناس عشت معاهم، ما عمرهم كيدخلوا ليا في سوقي انايا ولا كيسولوني انايا. حنا ما عشناش مع مسلمين ما كيدخلوش لينا في سوقنا، ما عشناش مع با زوين ومي زوينه وجارنا واشياء وناس واعره اسلاميه، ما عمرنا عشنا معاهم. واش راعينا؟ عشنا معاهم ولكن واش راعينا؟ لا بلاتي واش راعينا لهاد الناس الزوينين بحكم انهم زوينين اننا ما نتاقدوش الاسلام؟ لا
ما شفعش ليهم. يا والديا والديا ما صدقوش زوين. لا انا 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 ومن ومن كنهضر معاك راه كنهضر معاك على والديا يعني كنهضر على والدينا. لا احسن واحد اللي عرفته في هذا الكون كامل هو با ديالي كالمسلم كله. اذا مسألة لمشينا بالله هذا زوين حيت عرفتوا هذا خير حتى هما راه داروا حروب حروب شهريه وما حاكين تفتيش هاك الماي اوكي يا يا جود هاجميهم حلي روم وعاود يحلي رومات وما معمرني غادي ندخل لك في الحريه ديالك. ولكن انا ما بغيتش نهاجم المسيحيه ما تدخليش. وشكون اللي قال لك انا ماشي انا لا ماشي عمرك سمعتيها مني؟ لا وانت كتقولي بيا اللي كيطبل المسيحيه. لا ما قلتش هكا نقول لك كيفاش قلت لا لا كلمات لا 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 ملي كتبتي واحد الجمله قلت لك كنعرف ان عندك بيا عندك عدو الله بلاتي متفكرش هادو كنعرفهم بانهم كتعجبهم المسيحيه لكونك انك كنتي دوزتي وقت مع الروم في المسيحيه وما غتقدرش حيت ما لقيتش حيت ما لقيتش شي روم غادي يحلوا المس يهاجموا الاسلام. وانا كنعرف الرومات كاملين ديال المغاربه الا هاجمت الاسلام الناس ما غاديش يبقيو يمشيو الرومات ديال المغاربه. اجي اجي ديالي رومي راه كانت قبل منهم هي القاعده رومي راه قبل منهم. علاش الروم ديالك ما كانش كيهاجم الاسلام؟ اواه الروم ديالك كانت لانه مع الفلسفه ومع مع مع داك الشيء ديال ديال القرايه وداك الشيء وفلاكسين ماسوز وداك الشيء على عباد الله. ولكن ما كنتوش كتهضروا على الاسلام. انا بيدي كان كيطلع لي الزعاف من هذاك الخرا ديال ديال المسيحيه كيطلع لي الدم. ما كان صاحبي كاع اللي دوزت معاه 39 سنه في حياتي هو اعز الناس عندي ربما احسن من خوتي. صاحبي وكنت غادي نسد عليه بسبب هذيك المسيحيه وبينه وبينه ما عمره كيهضر معايا على المسيحيه حيت كيعرفني انا ما راه ما غاديش ندخل انا لهذا الموضوع. علاش؟ حيت ما لقيتش شي روم غادي يهضر على الاسلام ما كانش نيكزيست با. ياك باش عطاك الكتب باش عطاك الكتب وبدا قرب السماء قول لينا هذيك عاود لينا خلينا بها الليل. فاش قلتي صاحبك المسيحي قال لك عطاك شي كتوب وجيتي تقراهم ثاني لقيت رب خالق السماوات وانت تسدهم وانت تلوحهم عاود علينا. اوكي وكنت في واحد بنادم مريح كيفرق في الكتوبه ديال وديك الساعه كانوا اصدقاء عندي في تما تيقول لي خصي يمسك المسيح وخصي يهضر معاك المسيح وداك الشيء. وانا ديما كنكون غادي وتنقول حتى فين هاد المسيح حتى جي هضر معايا انا ما عجبتكش زعما كاع هاد الناس هادو اللي ولاو مسيحيين وشافوك وحسوا بيك وقستيهم ونسيتيهم انا مالي. واحد الخطره بان لي واحد بنادم كيفرق في البايبل فابور فهمتي من دوك اللي كيشدوا البوق كيشد البوق بحال دوك اللي كيبيعوا الدواء ديال السيبانا وداكشي وعطاني الكتاب قال لي هذا فابور خديتو حليت مشيت لذاك البلاصه فيها لوقا لوك لوك سين لوك حليتو كنقرا لا بروميير باج والنص في لا دوزيام باج وكيبان لي سبع سماوات وست سماوات وديك الروينه وبدا كيبان لي داك الشيء مكتوب غير بالانجليزيه ولكن في القران نيت هو اللي كاين. والله العظيم الاخوان ما كملت هذاك الشيء منين قريت النص قلت هذا الشيء كله اذا هذا الشيء حيت حنايا هنا بزاف كنسمعوا سي لوك رايت لوقا هو اللي كنسمعوه بزاف فين ما بغاو يهضروا على شي حاجه سي لوك سي لوك سي لوك. منين حليت قريت لاباج الاولى نص في لاباج الثانيه وانا نسد هذاك الشيء ما قديتش قلت هذا الشيء ما نقدرش عليه انا ما يمكنش غادي ندخل من واحد الخرافه لواحد الخرافه اخرى. اوكي هادشي علاش انا ما كندخلش في المسيحيه الاخوان ما كنهضرش عليها ما كنقلبش على وحتى الاسلام حتى هو ما كنقلب حتى انا كنضرب عمل الفوق ما قاري لا ما داكشي عندي فهمتيني. اذا هنا الاخوان انا كنحييكم انكم كتحاربوا المسيحيه وكنحييكم تحترموا اي واحد حيت ما يمكنش ان احنا نقولوا كلنا بحال بحال الا ما كنتيش انت بحالي اذا انت اللي خاطئ وانا راه عندي الحق. اوكي
الأخت هند بزاف ديال الإخوان عندهم ميول لهادشي وكنمشي كنطلع عليهم مرة مرة فهاديك الروم وكنلقى الناس مغاربة اللي كيعمروا هاد الروم مريحين وكنقول أو علاش هاد الناس كيريحوا على شي حاجة اللي أصلا الله كتهم زيغو فيغيكول أن ديال المجتمع ومجموعين عليها ورا هذيك هي حرية التعبير هما عزيز عليهم هذيك هما عزيز عليهم هذيك الحالة واش غادي إذا نكونوا شوية متفتحين الإخوان أنا اللي كنشوف بصراحة اللي كنشوف باقي الإسلام خصو أطوار خصو يدوز من الأطوار باش الله يوصل نسبة الوعي بالمعتقد بحالة نسبة الوعي بالمعتقد اللي كاينة في أوروبا أوكي حيت حتى المسلم دابا المسلم فاش كيولي مسيحي تاهو راه كيدخل ليه ماشي كيدخل ليه تاهو غير داك الإسلام حلوة المسيحية الحلوة المهم ما بديت كنرون وديما كنرون أنا ما عم ذكر شي حاجة المهم هذا هو المزمن اللي غادي نهضروا عليه الغوفة غادي نشوفوا أبو السباع دابا كيفاش غادي يفرش المسيحيين دابا أبو السباع ولا عزيز علينا دابا يا أبو السباع دابا خصو يولي آدمين خصو نديرو ليه العمارية الريد كاربت نديرو ليه واحد نجيبو ليه بحال دوك الخيل ديال محمد السادس ما تكعاش فولتير فاش كيدوز كيقول ليه نجيبو الصرا أبو السباع عرف راح ترى واحد ديب هذاك شتي هذاك والله إلا واحد الإنسان وديما غادي يبقى وخا يجيب لنا المسيح براسو شتي إلا جاب لنا المسيح للروم ودار ديما غادي يبقى واحد الإنسان لئيم Bien sûr, tu sais, il me rappelle, Abou Siba, il me rappelle Judas. Judas. Sincèrement, il est dans la... Judas, c'est celui qui a balancé... نزلت بيرلين غرفي غابت الطلب قد انت غاش اخوانا لا سنقول لي انسانا لا اشتعل علي بحنا قد لي انا فلا اشتعل يلا اسمع مش عايز مدكور يلا فضل يلا بغيت سنقول لهم انا على قديد الله مرسي بحالا فضل قلت بالداربوس على هذه القضية ديال المسيحية أن ماشي مشكل يعني ديك اللعبة ديال دابا الناس كياخذوا دابا شي حاجة وقعت في كتوقع في شي بلايص أخرين كيظنوا بأن إلا نزلتيها للشرق أو سميتو راه بحال بحال راه العقليات الناس هي اللي كتشد واحد الحاجة وكديرها كتردها راه الشرق متعصب والمسيحي في الشرق راه متعصب بحالو بحال المسلم فهمتي راه متعصبين راه حتى اليهود ديال الشرق ماشي هما اليهود اللي كانوا في اوروبا ولا اللي كانوا في ولا اللي كاينين في امريكا ولا شي حاجه اهلا الناس راه ماشي بحال بحال يعني ما فاش تقول لي بان المسيحيه اللي دخلت المغرب 5 مليون مسيحي ماشي مشكل هو مشكل 5 مليون مسيحي راه جيوش راه بشر راه مشكل راه تقدر مثلا نعطيك مثال تقدر مثلا دابا غير أمريكا مثلا تهجم على شي دولة إسلامية باعتبار أن أمريكا مسيحية يتنظم خارية في المغرب مع المسيحيين يتنظم خارية معهم لأن دولة مسيحية هجمت على اسمه كما كان هجر اليهود المغرب اليهود في المغرب فاش كانت إسرائيل فاش الحرب ناضت في إسرائيل ناضوا المغاربة يضربوا في اليهود اليهود اللي كانوا في المغرب اللي ما عندهم ما كانش عندهم حتى علاقة بإسرائيل ولاو تياكلوا العصا ولاو تيقتلوهم ماتوا شحال من واحد حرقوا لهم الديور ديالهم ولا تيخونوهم ولا تدق وهذا الشيء ممكن يوقع ها هما عندك الدول اللي فيهم المسيحيين في الشرق عندك لبنان سوريا عندك مصر كانوا في العراق كاع نط الخارية معاهم الطائفية والمخارية والصداع والمشاكل لبنان نط حرب بين المسيحيين والمسلمين
دمرات لبنان لدرجة أن المسيحيين اللبنانيين وكانوا هما اللي مشاو داروا دوك المذابح ديال دوك صبرا وشتيلة ولا زكشي كانوا شاركوا فيهم في القتل ديال المسلمين في فلسطين. نط الحرب بيناتهم مزيان ثم يصر دائما مشاكل، دائما كاين المشاكل بيناتهم ديما غامقين عليهم. وليبون ودابا مضيقين عليهم، ممنوعين من ممارسة السياسة، ممنوعين من الوصول للحكم، ممنوعين بزاف الحوايج، تكتب باقي تكتبوا في لاكارت الديانة ديالك فهمتي، باقي ما كاين بزاف المشاكل بيناتهم، باقي التكفير، باقي ممنوع الزواج، ممنوع كذا، ممنوع هذه، باقي جريمة هنا، كنيسة فجرات هنا، مع شنو الروينة، الذبح، القتيل، هذا الشيء ما يمكنش تسقطوا على هنا علينا حنا. تخلف الشعوب المتعصبة والمتخلفة أي حاجة تعطي لهم جماعات الفرق قد ينوصع الصداع، رأى غير في نفس الدين، في نفس الدين، غير المذاهب، غير الشيعة والسنة، نفس الدين غير المذاهب. شو وضع الجزائريين بيناتهم أبدي ما بغاش يتقادى، ما بغاش يتقادى الصراع بيناتهم. فكيفاش تقول أن 5 مليون مسيحي في المغرب راه هانية؟ لا راه ما هانياش، راه كما قال قبيلة عاد والله قال فولتير، قال ولا قالها فولتير صافي، قالها فولتير صافي، فولتير قالها معاش هاد الظروف هادو، فولتير قالها في ظروف اخرين. انا تنقول لك دولة بحال المغرب ولا بحال الدول ديال الشرق من الافضل يكون عندها نفس الدين، يكون عندها نفس الدين على الاقل واحد الحاجة بعدا ما يتخارجش فيها، على الاقل واحد الحاجة باطلة واخا تكون باطلة مهم تتوحدهم، تتوحدوا فيها. مازال دابا المغربي تيتلاقى تيقول احنا كلنا مسلمين وتيتفش، تيقول ما لنا واش حنا يهود راه حنا كاع مسلمين، فهمتي، ما لنا واش حنا هادي راه حنا كاع مسلمين، راه حنا خوت، باقي تيدعم هذيك العباد ديال المسلمين، راه حنا خوت، راه حنا مغاربه وحنا مسلمين وكذا. يكونوا عندك المسيحيين بين اللي في المغرب تنوض حرب امريكان تهجم ولا على العراق ولا تهجم على مصر ولا تهجم على ايران، لا تهجم، هذو المغاربه يخلوا ضربوا المسيحيين، هذو المغاربه يخلوا ضربوا المسيحيين في المغرب، يبداو يضربوا عليهم يقلبوا عليهم واحد واحد، يا يبداو يعطوهم العصات الله كذا بالدق ديال السحت، السحل ديال المسيحيين في الطرقات وكذا، يخرجوا فيهم داك الشيء اللي كانوا داروه اليهود. راه هاد التاريخ ديال اليهود في المغرب لا راه ما تذكراتش، راه اليهود كلاو الدق مزيان، راه بزاف الناس تقتلوا اليوم وكذا في المدن المغربيه، في مكناس، في فاس، في كازا، في المدن الكبار بزاف الناس تحرقوا اليوم المحلات ديالهم والديور ديالهم وكذا، تسرقوا، راه الناس كانوا تدق. وهذوك اهل البلد ما عندهم حتى علاقه باسرائيل. المهم حنا حالات خاصه، حنا واحد الشعوب عندها واحد المتعصبين، حنا تعطيه المغربي تعطيه المسيحيه غادي يولي متعصب، عمره ما غادي يولي بحال الامريكي ولا الهولندي ولا المسيحي، غيبقى مغربي متعصب قوي، غيولي اورثودوكس فهمتي، غيولي متعصب، تعطيه اللي عطاتيه غيكون متعصب، غيكون مرون. فمن الاحسن خليه على واحد الحماق متفقين عليه، من احسن ما تنوع، الا نوعتي غتجبد الصداع فهمتي، تجبد الصداع. هاد الناس من السهل انهم يتخاروا بالزربة، يتخاروا على أقل حاجة، على أقل حاجة يوليو يدقوا، خصهم على اللي يجبدهم على هاد المسائل العقائدية وكذا. ودابا غير واحد الوقيتة المغرب، دابا الصوفيين في المغرب جاو السلفيين ولاو تيقولوا للصوفيين نتوما على باطل، نتوما على باطل، وهاد الشيء الأعمال تديروها هي أعمال كفرية وهي أعمال كذا وهادي وهادي، ولا المخزن، وكان ما المخزن اللي منحاز لدوك الطرق الصوفية، وكرا دوك السلفيين ولاو تيحرقوا في الزوايا في المغرب، وكرا ما حرقوا دوك الزوايا في المغرب، وكانوا يحرقوا الزوايا في المغرب ويدخلوا يهدموا دوك القبور ديال دوك الاولياء الصالحين اللي كاين في المغرب، يشعلوا فيهم العافيه ولا يهدموهم
ويدخلوا للمساجد ديال الصوفية يهدموهم ويديروا كاع هادشي. داك الشيء البارح قلت له فاش عاد والله تيقول لي البارح تيجبد واحد جوج حوايج ما تيطلاقاوش يقول لي انت ملحد وزعما راه هو والاخر سميتو ال دي بي زعما راه فكر راه جاب فكره كبيره شدوها بداو تيدوروها بيناتهم كيفاش انت ملحد وملكي جاتهم زعما لا يلتقيان راه الملكيه انا مع الملكيه ومع اماره المؤمنين انا مع اماره المؤمنين في المغرب لان اماره المؤمنين في المغرب كتحميك نتايا وكتحمي لك البلاد هذاك من الهامج ومن التخلف لان اماره المؤمنين تكونترولي الخطاب الديني في المغرب تتشدو تتعصرو الخطاب في المساجد موحده في المغرب كلها موحده وتافهه وما تتخلقش النعره وما تخرجش بلاد من المسجد كاعي ومربب وباغي يدابز يخرج مبرد تيخرج من المسجد تيسمع صلاه الجمعه تيخرج يلقى حداه البحر وبنادم غادي بالشورت تيمشي لدارو هانيه ما عنده حتى مشكل تيخرج تيلقى بنادم واحد غادي مع صاحبته في الشارع واحد مريح هنا واحد هنا واحد هنا القضيه وتيمشي في حاله اما وكان ما كانش هاد الرقابه هذه ديال اللي كديرها وزاره الاوقاف اللي كبيرها هو امير المؤمنين تعرفت الخطاب الديني اش يدير راكم ما سمعتوش انتم الخطاب الديني اش يدير راه نشدك تندخلك لواحد الجامع ولا واحد البيت وتيحط لك واحد الفقيه تيدير لك واحد الخطبه ديال واحد الساعه تتخرج شعرك واقف عرفتي بحال ديك العقرب اللي كتهز الشوكه ديالها تتخرج هز الشوكه ديالك بحالك هزها ما حملش المجتمع ديالك تتخرج يبان لك كلشي كافر كيبان لك كلشي كافر كيولي يبان لك باك وكافر داكشي اللي تيدير باك كفر تيولي يبان لك خوت خواتاتك كافرات تيولي يبان لك تتولي حق تتولي مغوبش تتربي واحد اللحيه وتتولي ما حملت واحد هادشي ما وقعش لان كاينه هاد اماره المؤمنين هذه فهمتي تضرب وتتقيس تتعطيك الجرعه ديال الدين اللي انت باغي تطلب ولكن تتعطيك المواصفات ديالها واحد المواصفات اللي كتخرج ناشط كتمشي تضرب الكسكسو نهار الجمعه وكتنعس ما عندك حتى مشكل فهمتي وهادشي ما تفهم بنادم ما تيفهموش حتى يتغير لان احنا واحد الشعوب اللي ما كتفهمش بالحسابات ما تعرفوش اش معنى الحسابات تنعرفوا حنا الواقع خاصها توقع حتى توقع عاد تنقولوا ناري اي ناري قوات عاد تنقولوا ناري وكان غير درنا وكان عاد تيبداو يبكيو بحال كيما تيوقع دابا في الدول العربيه كلهم ما تيتعلموش دائما تياخذوا واحد الخطوات مقوده دابا تتمشي للعراق مثلا تلقى العراقيين كلهم تيبكيو على صدام دابا صدام ولا بطال ولا واعر ولا الانسان ذكي وانسان واعر وانسان بطل وانسان مقود وانسان كان نزيه وكان واعر وكان طلع العراق في ايامات واعره وتيتمناو يرجع دابا تدخل دابا اليوتيوب شوف كاع الفيديوهات ديال صدام حسين تيمجدوا فيه في الوقيته اللي كان فيها صدام حسين فاش كان صدام حسين كانوا تيقولوا ديكتاتور العراقيين كانوا تيقولوا ديكتاتور دابا تيمجدوه تمشي لليبيا القذافي ولاو تيمجدوه القذافي ولا فيلسوف دابا تمشي اليوتيوب تسمع الهضره ديال القذافي والتعليقات ديال الناس اللي بينوا العرب ولا فيلسوف باللي اش اخبارك باللي تعمدوا انهم ما يخليوش القبر ديال القذافي باش ما يردوش مقدس باش ما يردوش بطل فوالا بلاصه بعيده ما نعرفش فين مدفون وتخيل القذافي اللي كنا تنقولوا حنايا بهلوان وتتقول عليه كذا ولا فيلسوف ولا الناس يقول كان علي عنده علم بالمستقبل وكان عارف اش غيجرى وكان عنده حسابات ولا تيوصفوه بالشجاعه ويا ريت ايامه ترجع وهاد الشعوب هادي علاش كتوقع في هاد الاخطاء؟ لانهم ما كيعرفوش ينطلقوا من المجتمعات ديالهم ويديروا حسابات ويديروا باعتبار كاع داكشي اللي عنده في المجتمع والطبيعه ديالهم ما تيديروهاش لا دائما اش يديروا دائما تلك اللعبه بحال شي واحد كيكعاود يدي يهرس كيكعاود يهرس 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 حتى تيتفشوا ريح وتيبدي يقول تو كاع فرشخت الدار كامله دابا ما عندي حتى باش نشري ما عندي حتى ناموسيه فوقاش النعاس دابا شر الناموسيه شردتها ما انا برستهم تو عاد تيولي يقول فهمتي بحال داك اللي تينشط تيكون عنده شي تينشط تيمشي
تمشي بيت القحاب والصباح تيصبح شد المحفيين تبدي يقولك تفو كنشري طابوط ايادي ديالنا حنا ما تنحسبوش الحساب تيصحابنا راه الامور تتغير هكذا لان حنا راه حنا غير غنديرو شي المغرب قال لا راه غادي يولي احسن لان غنطورو نغوتو وكذا ويجي واحد يقول لي هادي ويقول صافي غادي نوليو واعرين بدون حسابات حتى شي حاجه الحسابات شنو هي اننا حنا راه فولتير قال لا راه مونتيسكيو قال لا راه فولتير قال لا راه امريكا واحد النظريه لا راه واحد الفيديو لا راه واحد الليان وتيبدا يدير شي حسابات ما عندها حتى علاقه تيصحابو راه صافي راه الم بالدولة وبمشاكل الدولة وبالحدود الدولة والناس وبطبيعة الناس وطبقتها ودار الحسابات ديالو كاملة كل شيء على ما يرام وفي الاخر تيوقع في الفوضى تيوقعوا في الفوضى وما تلقاهم يجمعوا وما تلقاهم يجمعوا لأن الفوضى سهلة وما تعرفوا ما يجمعوا وتيولوا تفتفق وأول حاجة تيفكروا فيها هي الهجرة لأن هاد الشعوب جبانة هاد الشعوب جبانة ما تتبقاش ما تيديروش المشكل وتيبقاو حاضرين فيه تيديروا المشكل وتيهربوا فاش تنوض الروينه تيولي كلشي حارق بحال سوريا كلشي ولا حارق الملايين بنادم ولات غاده بشراوتها ما قدروش يريحوا تما في الاول راه كانوا خارجين في مظاهرات تيغوتوا بغيت غنديروا غنفا ويسقط ويدير وكذا وما حسبوش حسابهم في الاخر فاش ترونات ولاو هزين كانوا معلقين مشاو لالمانيا داروا عاد تاني تبرزيت في المانيا وداروا كذا وما تعلموا التوزه والعراقيين تا هما فاش نط الحرب ولاو عمروا اوروبا كامله العراقيين واحد الوقت اللبنانيين فاش داروا الحرب الاهليه اللبنانيين ولاو معمرين العالم كله اكثر من داك الشيء اللي في لبنان دوك السكان اللبنان اللي كاينين دابا اكثر منهم كاين في الخليج استراليا عامره بهم نيوزيلندا عامره بهم الانجليز عامره بهم عامره بهم امريكان عامره بهم اوروبا عامره بهم صافي فين هو والبلاد باقا البلاد رجعت للور لبنان ديال الماضي قبل الحرب الاهليه ماشي هي لبنان ديال دابا العراق ديال قبل الحرب ماشي هي العراق ديال دابا ليبيا ديال قبل الصراع ماشي هي ليبيا ديال دابا مصر ديال قبل الانقلابات ماشي هي مصر ديال دابا سوريا ماشي هي سوريا ديال دابا حتى حاجه وما تيتعلموش وتيتصحابوا مرا باقي بغاو ياخذوا تجارب تيقول حنا استثناء لا راه حنا تيجي شي واحد يقول المغرب راه مستحيل توقع فيه حرب وشكون كان تيظن بان سوريا توقع فيها حرب شكون اللي كان تيظن ان ليبيا توقع فيها حرب السوريين كانوا ناس اكثر تحضرا وكانوا كنا تنشوفوا تنتفرجوا في الافلام ديالهم والمسلسلات ديالهم تيبانوا لنا واعرين علينا كنا تنكونوا حنا مريحين تنغمسوا في طبصيل واحد تيبانوا لنا هما حاطين مائده كبيره وفيها بزاف ديال الانواع وبزاف ديال كذا ولابسين مزيان طار مرتبه وزوينه والمصريين كذلك كان تيبان لنا المصريين تياكلوا بالموصل فورشيت ومريحين ولابسين مزيان وبناتهم تركسين والشوارع ديالهم زوينين حنا كنت تخرج من الدار تلقى الخرا حداك وشو دابا كيولاو وتيجي واحد دابا المغرب تيتحابوا لانها ما وقعاتش هو ما تيعرفش بان اي حاجه عندها اول مره لانها مازال ما وقعت في الحياه ديالو في الوجود ديالو هو تيتحابوا راه هذاك هو كل الحياه راه عمرها ما توقع راه المغرب عمر ما توقع فيه شي حاجه وتوقع فيها السي وعندك كاع المؤشرات ديال انها توقع ولا ما كنتش حاسبهم راك غلط عندك كاع المؤشرات خطاب القلاوي هذا ماشي مخزاني بقى هاد الخطاب مخزاني معاكم خطاب مخزاني واش خصك خطاب شعباوي راه خصك خطاب المخزن اش خصك خطاب ديال من ديال مك حليمه وديال الملقى سقيطه اش خصك خطاب ديال مخن مخفيك نجيب بالبومبار خشاف دكك ومدم مخفيك ولا اش خصك تهضر خطاب مخزاني تعلموا شي كلمات خطاب مخزاني العابد الاحرار الهضره الخاويه راه هذا الشيء هو البدايات ديال 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 الامراض هما هادو راكم ماشي قد هذا الشيء تراكم ماشي قد هذا الشيء واش ما عارفينش القدرات ديالكم ما عارفينهاش واش ما عارفينش القدرات ديالكم ها واش ما عارفينش بان عندكم 60 عام 70 عام نتوما ساكنين غير في درب ما قدرتوش تنضفوا غير النظافه ما قدرتوش تنضفوا عاد بغيت تبني دوله ها ما عارفش بانك قريتي في مدرسه ها الحيط ديالك مكتوب فيه بالخرا وما قدرتوش تمسحوه 20 عام ما قدرتوش تمسحوه وبغيت دير دوله ها حفره عندك في الدرب تتعكل فيها 40 عام وما تيتعكلوا فيها الناس ما قدر حتى واحد يغطيها وتيتحب غتقدر تبني دوله واش تيتحب غتقدر تبني دوله ها
واش ما عارفينش القدرات ديالكم؟ ما تتخرجش للشارع تشوف الناس؟ ها ما عارفينش الامكانيات ديالكم؟ تسحب راك واحد راك شي حاجه غادي تسحب راك غادي دير شي حاجه افضل مما هو موجود. ما تسحبهم غادي يديروا شي حاجه مع شنو؟ تسحبهم تسحبهم راه الشيء اللي موجود. وهذا راه هذا راه غير هذا راه غير داك بنادم فاش تلعب ليه فراسو. راه هذا الشيء اللي عندكم بزاف عليك انا كنقولها ومتحملها. هذا الشيء اللي عند المغاربه وبزاف عليهم وبزاف عليهم لان هذا الشيء بوحدهم والله لا داروه ولا وصلوا ليه والله ما يديروا. قلت ما عندوش الصراع. عندك نقاط الصراع، عندك الحرب انت في المغرب وباينه، عندك انت حرب، عندك حرب انت يا في المغرب البوادر ديالها كاينه. خسر الفوضى، خسر الفوضى كاينه. عندك حرب في الشمال وحرب في الجنوب، عندك حروب أهلية في الشمال وحروب أهلية في الجنوب وباينه البوادر ديالها خص غير تطلق. ها وعندك حروب على 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 البقاء، عندك غير الامازيغيه وما الامازيغيه وهذه وما التطاطبات وما الصحراء وما الريافه وما الوز، هادشي تيصحابك مريحه بوحدو. ها هادشي راه ثابت غير لانه خايف لان كاين داك المخزن تقول لي الخطاب مخزاني داكشي علاش ثابت. راه ثابت راه صحابك واش راه خصو اللي ينعرو. وهادشي فاش ينوض الفوضى، فاش تنوض الفوضى تيدخلوا لي الدين، تيدخلوا لي الدين في الدول. فهمتي كاين شي وحدين مساعدين يقبهم خصهم ينوضوا النعره وتعطوك تعطوك العاقه وتعطوك السلاح وتعطوك كل شيء. الامارات والسعوديه، ها مصر، تركيا، كل شيء موجود تيتسناو هاد الدقائم تجي. ارى هادو من الجنوب هادو كذا وديروك حتى نتايا هذا هادو فرقه وخرى فرقه وهادو تيمولوهم هادو وكل تيمولوهم هادو والسلاح وكره وجنايه الدق ديك الساعه. وعاد تبقى تقول ديك الساعه اي وبقى ديك الساعه تقلب على امك فين تلقاها واش داوها ولا باقا مريحه في الدار واش تعشات ولا متعشات. تقعد وتكمشوا هذا تكمشوا اصاحبي تكمشوا اصاحبي وتتكمش اصاحبي تكمش تريش دولار اللي تلف يشد الارض. المغاربه خصهم يشدوا الارض، شدوا الارض اصاحبي شدوا الارض. بغيت ديروا شي حاجه ناضلوا في المواقع ديالكم، صلحوا بلادكم، بنيوا الاحياء ديالكم، قدوا المدن ديالكم، قدوا الشوارع ديالكم، قدوا المدارس ديالكم، حسنوا الظروف اللي تعيشوا فيها، نقيو طفوا غير النظافه اللي درتوا غير لا نظفوا غادي ديروا انجاز كبير. غير نظفوا غير الاحياء ديالكم، بينوا غير الذوق ديالكم في الاحياء ديالكم، قدوا غير داكشي اللي عندكم، قدوا نقيو غير رشحوا غير شي واحد زويني وتابعوه يدير لكم شي حاجه. تقلبوا النظام نتوما مخزاني ديالك خطاب مخزان، معقول خطاب مخزان؟ واش بغيتي خطاب مخزان؟ وياسي راه الخطاب المخزاني هو الخطاب اللي على صح ديك البلاد هذيك، حتى وان لم يكن صحيحا فهو صحيح لانه مخزاني غيكون صحيح. صافي بحال هكا الامور. خذوا المايك، خذوا تفضل باداكو تكمشوا وديروا التشجير غرسوا الشجر في المغرب وتكون افضل. كما كعيتي سير غرس الشجره وتعطيك واحد النتيجه واعره، غتجي تكدا تلقى الدنيا كلها خضراء. غرسها الشجره فاش تكعر، ولكن ما تغرسهاش فين ما لقيتي، غرسها فشي بلاصه فهمتي. ولا الا كعيتي خرج الشطابه وخرج الطب الدرب ديالكم غتعطي نتيجه. انت كاعي ومريح جهز دكيكه وتتغوت كيتي خرج دير شي لعبه. لا خرا خذوا المايك، خذوا تفضلوا الاخوان فضلكم.